هي دي إن شاء الله أول محاضرة أو مش محاضرة، ورشة عمل عن الكارير ديفلوبمنت، وهي أول حاجة هنتكلم فيها عن الريزومي رايتنج بلس بلس. معناها إن في موضوعات أخرى، لكن إحنا مين اللي هنركز على الريزومي رايتنج. تمام كده؟ لو حد يقدر يساعد الناس اللي بتسأل على الصفحة بأي إجابات يفضل يساعد. أنا اللي هيحصل إن أنا هقضي تقريبا نصف ساعة نظري، يا ريت كل واحد يجيب ورقة وقلم عشان يسجل النقاط بشكل دقيق، وعشان برضو نراجع مع بعض في الجزء العملي من الورشة إيه اللي بيحصل بالظبط، وعشان اللي ليه ملحوظات بعد كده هطلبها منه بعد الورشة عشان نستفيد فيها في المرات الأخرى. يعني إن شاء الله يعني يمكن يبقى المرة الجاية هنركز على الانترفيوز مثلا، ملحوظاتكم هتكون مفيدة جدا. أولا اللي حضر السلايدز والتوك يعني هم اللي أسمائهم مذكورة مشكورين، يعني هند وكاترين ومنال ومروة وخالد، نشكرهم شكرا جزيلا. نخش بقى على السلايد اللي بعديها. انا اوريدي قلت لو سمحت، لو سمحتي كل واحد ورقه وقلم عشان يسجل، حتى الناس اللي عارفه المعلومات برضو يا ريت يسجلوا ملحوظاتهم لتحسين العرض. اتمنى ان صوتي يكون عالي بالقدر الكافي، واعذروني يعني لضعف الصوت شويه. طيب بسم الله. الاوتلاينز كالاتي، هنتكلم الاول على الجوب هانت، خلاص هنقول حاجات بسيطه جدا خلاص، وهنفتح الباب لسكك انت كل واحد فينا ممكن يشتغل عليها عشان يعرف يعمل هانتنج للوظيفه اللي هو عايزها، سواء وظيفه اكاديميه او وظيفه في الصناعه او وظيفه في الحكومه مثلا. تمام. بعد كده هنتكلم على الريزومي رايتنج وطريقه مراجعتها، ثم هنتكلم على بعض الانترفيو تيبس وحاجات من الاكسبيرينس الشخصيه بتاعتي، سواء كحد بيتعمل له انترفيو او كحد بيعمل انترفيو. وهيبقى في جزء ريفرنسز، للاسف انا ما حطيتش كل حاجه، كان في ريفرنس مهم هو ريفرنس شخصي، مجموعه الاسئله اللي انا شخصيا بحب اسالها لما في اي انترفيو، بس يعني في الجزء العملي تحديدا او الاندستري او الاكاديمي هجرب بعضها مع دكتورة منال، وربنا يسهل إن شاء الله. بعد كده هننقل على الجزء العملي. خلاص؟ اللي انضم جديد يا جماعة، أول حاجة يعملها إن هو لو سامع يكتب وان في الشات عشان يتأكد إن هو معانا. ويا ريت زي ما قلت حد بس يساعد الناس اللي مش عارفة تنضم إن هي تنضم. تمام؟ طيب. هنبدأ بالجزء الجوب هانتنج كده سريعا. هنقول مقدمة كده بسيطة جدا، وبعدين هنقول ازاي الشخص يحدد شخصيته بالظبط، وأهمية البروفايل الأونلاين اللي أنت بتعمله، وهنتكلم على النتوركينج، وبعد كده other opportunities. طيب لو جينا على السلايد اللي بعد كده هنتكلم على كانتروداكشن، يعني موضوع الجوب سيرش بشكل عام حاجه دايناميك، ودايناميك يعني حاجه بتتغير مع الوقت ومع الظروف ومع المكان اللي انت فيه. فزي ما هنقول كده في السلايد اللي بعديها، looking for a full time job is a full time job. الواحد لو عايز يدور على سواء منحة أو وظيفة حكومية أو وظيفة كبوست دوك أو وظيفة في شركة، الموضوع ده يعني هياخد وقت وإفورت فعلا، يعني كلمة إذا فول تايم جوب دي مش مبالغة خلاص. فكل ما هتعمل الهوم ورك اللي عليك بشكل كويس وبروفيشنال، كل ما هتقدر توصل لحاجة مفيدة. فلو انت بتدور على وظيفة عايز تلتحق بيها بعد شهر، انت كده متأخر خلاص. لو يعني ادي لنفسك كده مساحة 6 شهور قبل ما تتخرج او قبل ما تبقى عايز تنقل وظيفة جديدة، ان انت تعرف فعلا تدور وتلاقي الدومين اللي انت بتحاول
تتوظف فيه يعني. طيب هنتكلم بعد كده عن كرافت يور ايدنتيتي، يعني ايه زي الواحد كل واحد بينحت شخصيته بالشكل المناسب. فاول حاجه لازم تعمل براندنج لنفسك، والبراندنج ده بيتم بكذا طريقه. اول طريقه فيهم في الكتابه، في الحاجه اللي الناس بتشوفها كتابه، او في الحاجه اللي الناس بتشوفها كشخصيتك لما بتعمل انترفيو. الحاجه الثانيه الاونلاين ايدنتيتي، مهمه جدا جدا جدا. كل واحد بقى عنده بروفايل على الفيسبوك ياخد باله كويس، ان هل البوست ده اعمله مثلا بابليك ولا اعمله للفريندز بتوعي، وهل انا بقعد اقبل فريندز كده وخلاص وما عنديش مساحه حريه للبرايفسي، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تمام، هنتكلم بعد شويه عن اللينكد ان واهميته. نو يور تارجت دي قصه طويله جدا مش هتبحر فيها قوي، بس انت الجزء من الهوم ورك بتاعك ان انت تعرف انا بقدم فين وبقدم فيه ليه، وهل انا competitive enough ان انا اقدم في الحاجه دي ولا لا. تمام كده. فبيلد يور براند، يعني لازم تعرف انت مين. يعني انا مثلا ممكن اكون دكتور، لكن انا عايز، انا انترست ان انا اقدم في مستشفيات، وانترست ان انا اقدم في عيادات، وانترست ان انا اعمل عيادتي الشخصيه، وفي فيلد تاني اسمه مثلا اداره المستشفيات انا مهتم بيه. لازم تعرف انت مين، اهتماماتك ايه، وايه المهارات بتاعتك، وايه المهارات يعني اللي انت عندك كله مش موجود عندك بس عايز تنميها. ايه قيمك الشخصيه؟ يعني مثلا هل انت شخص مثلا العيله اهم حاجه بالنسبه لك، فانت بالنسبه لك انت ما عندكش فرصه او ما عندكش استعداد ان انت تعمل ريلوكيشن في سبيل عشان مش عايز تنفصل عن العائله عند ظروف معينه. مثلا عايز تشتغل في دولة مثلا بتتكلم لغة عربية لأن أنت تحب حاجات معينة ولا لأ، وهكذا يعني. ولازم طبعا تكون محدد أهدافك بالظبط. موضوع كتابة الريزومي أو عمل انترفيو، الحاجات دي كلها تولز، إنما اللي إحنا بنتكلم عليه لما بنقول براند ده الحاجة الأساسية اللي أنت المفروض تكون عارفها كويس جدا، ولو مش عارفها تحاول إن أنت تتعرف عليها. طيب الاونلاين ايدنتيتي باختصار شديد كده، انا بقالي فتره بحاول ازق الناس والشباب تحديدا ان هم يبداوا، مش عايز اقول ينقلوا، بس لازم كل واحد يبقى عنده لينكد ان بروفايل، ولازم اللينكد ان بروفايل كده يكون معمول فعلا باتقان. يعني ممكن اللينكد ان بروفايل ده ياخد منك شهر عشان تعرف تعمله كويس، كل يوم هتشتغل لك فيه نص ساعه ساعه لحد ما فعلا انا عندي كده بروفيشنال فوتو، البروفايل كومبليت، البيج الباراجراف اللي في الاول ده فعلا لو حد بص عليه هيعرف اهتماماتي بالظبط، ويعرف اذا كان يعمل لي اد ولا يبعت لي رساله يقول لي انا زيك مهتم بالمجال الفلاني، عايز يتعاون معايا، عايز يسالني سؤال. الحاجات اللي هي البيتش كده اللي في الاول دي مهمه جدا في الجزء بتاع الاهتمام. تمام، لازم تراجع اللي انت بتكتبه كويس جدا. اللينكد ان هيبقى اقرب قريب جدا من السي في بتاعتك او الريزومي، زائد شويه حاجات، شويه حاجات بقى بتبان مثلا بتشترك في جروبس معينه انت مهتم بيها. فانا لما اجي ادخل على البروفايل بعرف ان فعلا فلان ده انترستد في الحته الفلانيه، لانه عامل فولو للشركات اللي في المجال، عامل مشترك في جروبس ليها علاقه بحاجات معينه وهكذا. استخدم اللينكد ان برضو ان انت نتورك مع الناس، ولازم زي ما انا قلت في الاول تحط بروفيشنال فوتو، يعني بتدي انديكيشن بجديه شويه عن ان انت تسيب يعني ايه، لو مش ناوي تحط بيرسونال فوتو ما تحطش حاجه خالص، يعني ما تحطش صوره تقول اللهم مش عارف كذا، تدعي دعاء او تقول يا بخت من وفر رزقي في الحياه، او اي كوت او حاجات من الحاجات دي. يعني لو مش عايز تحط صوره ما تحطش خالص، كويس كده؟ حاول تبقى اللينكد ان تحديدا، حاول تبقى فيه فيري فورمال وبروفيشنال بقدر الامكان. انا مش عايز اطول في حته اللينكد ان كتير، لكن لينكد ان فيه ريسورسز كويسه، ممكن تعمل فولو لناس سي اوز او عمداء في كليات كبيره، وممكن تشوف الحاجات اللي هم بيكتبوها الانترست بتاعهم، وتقدر تفهم، هتساعدك كويس جدا ان انت تفهم الدومين اللي انت شغال فيه والناس، وتفتح مداركك فعلا، ان انت تكتشف ان مثلا انا عايز اقدم في جامعه العميد بتاعنا ده
راجل كول قوي وبيهتم بحاجات معينة وحاجات كتير يعني. طيب خلي بالك برضو بغض النظر عن الانت ان او الحاجات دي كلها، اي حاجة اكسبوز للبابليك اي حد ممكن يشوفها. يعني في ناس الموضوع ده مش هيهتموا بيه قوي بس بعد كده هيتأذوا منه. انا شخصيا بشوف يعني بعض الشباب مثلا بيقعد يحط صور لنفسه ومش عارف بيهزر مع مين وحاجات كده. طب يا سيدي، طب يعني ايه لازمه ان دي تبقى حاجه بسيطه؟ طب خليها للفريندز مثلا، انا رايح اتفسح ومصور نفسي صوره، احط صوره احط فين؟ يعني امثله كده يعني. طبعا كل واحد رقيب على نفسه، بس انا بقول يعني خلي بالك الاونلاين ايدنتيتي بتاعتك هي الحاجه اللي انا اقدر اشوفها عشان احدد اذا كنت فعلا الشخص ده شكله جاد ولا بيقعد يهزر كتير ولا. طبعا الهزار كتير مش وحش ولا حاجه، بس قصدي يعني الانفورمال لايف بتاعته عامله ازاي وهكذا. الموضوع ده بالنسبه للاجانب يعني اكثر اهميه بالنسبه للناس الثانيه. بس انا بقول لكم يعني لو انا مثلا ببص على مثلا متطوع في مصر وليه اكسس على البروفايل بتاعه، انا بصراحه بشوف، طب يعني اتليست بشوف الناحيه مثلا الاخلاقيه اخبارها ايه بالظبط. فبشوف يعني طبعا لو هو مش عندي في الفريندز وعامل الدنيا بابليك ويعني مبوظ الدنيا خالص، مش مبوظ الدنيا قصدي انها هتفلت، بس يعني التعاملات بتاعته مش بالشكل اللي هو اللي انت حاسس ان هو مناسب، ودي بتختلف برضه من شخص لشخص. المهم الكونكلوجن، الاونلاين ايدنتيتي بتاعك مهمه جدا. تمام. طيب خلينا ننقل على النقطه اللي بعد كده. نو يور تارجت، انا انصح ان انتوا تدخلوا على التو لينكس دي، وكمان لا مانع ان انت تستخدم في جوجل كي وورد كده اسمها نو يور تارجت فروم جوب هانتنج، هتلاقي كميه ارتكلز وتكنيكس كويسه جدا. اللينك اللي في الاول ده هتحس ان الدنيا اعقد ما انت متخيل، بس انا انصح فعلا ان انت خصوصا لو انت لسه ما اتخرجتش او عايز تنقل من الدومين بتاعك لدومين تاني، ان انت تستثمر وقتك وتبص عليه كويس جدا. انا هدي كل سلايد، السلايد يعني فيها هايبر لينك فممكن ان انت تضغطوا عليه. تمام كده. طيب النيتوركينج، لا شك ان النيتوركينج مهمه جدا، والنيتوركينج دي من احد الاسباب اللي انا قلت اشترك في لينك ان، مش عشان بس تو بروفايد اونلاين ايدنتيتي، لكن كمان النتورك بتاعتك لازم تنميه. وابدا بالفريندز والفاميلي وشوف والله انا كنت في المدرسه انا واعرف ناس، ايه ده الناس دول فين؟ وابتدي يعني ممكن تفكر الناس بيك. ان المكان اللي انت بتشتغل فيه حاول دايما ان انت تقابل الناس اللي بيشتغلوا معاك على لينكد ان، وكمان تعمل معاهم علاقات كويسه. العلاقات الكويسه دي هتتطلب ان انت كشخص تكون دايناميك وفليكسبل شويه وتقدر تتحمل الناس ومسؤوليه التعامل معاهم. حاول ان انت تشترك في كلوبز او يعني خلينا نقول سوشيال جروبس او مجموعات متخصصه تكون في المجال بتاعك او في مجال قريب منك بيعمل بريدجنج على المجال بتاعك مباشره. وكل فتره كده حاول تشوف ايه اللي بيحصل والناس متجهه لفين. هتلاقي يعني اللينكد ان افيد بكتير من الفيسبوك في الموضوع ده. غير بقى الحياه في الشارع يعني او في مكان العمل، كل ما تعمل نتوركينج اكتر. خلينا اديكم مثال، مثلا لو انا بشتغل مهندس وبعمل ديزاين في شركه، فانت بتاخد التاسك وبتعمل ديزاين وتسلمها مثلا للمدير بتاعك، انت كده ما عملتش نتورك. انت ممكن يعني تعمل نتورك من انك تعرض مساعده على حد من الناس زملائك، وتكتشف ان زميلك ده بيتعامل مع ناس تانيين تقدر تتعرف عليهم. ممكن في مداخل تانيه يعني ممكن تعمل، بس كل ما كنت في مكان العمل شويه يعني اكسترنسك يعني او يعني شخصيه كده مقبله على الناس، كل ما تقدر تعمل نتورك. بس طبعا كل حاجه وليها الثمن بتاعها والتحدي بتاعها يعني. فيعني الموضوع لازم يؤخذ بحذر فيه. اعتقد ان انا كده تعادلت في الوقت، لكن خلينا نتكلم بسرعه على الجوب ماركت. ايه الحاجات المتاحه قدامنا؟ الحاجات المتاحه اكتر يعني من خبره شخصيه، اكتر حاجه بتجيب لك جوب هي النتوركينج والاونلاين ايدنتي.
لو عملت اللينكد ان البروفايل بتاعك بشكل بروفيشنال جدا، ممكن تلاقي رسائل جات لك: انا ريكروتر في الحته الفلانيه ومهتمين وشفنا البروفايل بتاعك واحنا انترستد ان احنا نعمل كذا، ايه رايك؟ وهكذا. في جوب فيرز اعتقد ده بيعتمد على المكان اللي انت فيه. اعتقد في ايفنتس كتير بتتعمل برضه ومحدش بيعرف عنها، فاعتقد في ويب سايت زي ايفنت رايت وحاجات من دي، لو على حسب اللوكال اريا اللي انت فيها ممكن تشوف، ممكن تلاقي ايفنت منهم حد يدور على يعني حد بيعمل عرض الوظائف. تمام. الموضوع ده بيبقى متوفر في الجامعات طبعا بره، بس زي ما قلت يعني النتوركينج السبب الاولاني ده مهم. البروفيشنال كونفرنس، لو طلعت سواء كونفرنس اكاديمي او معرض او كده، ممكن تبدا تحضر كروت شخصيه ليك، تبدا تتعرف على الناس. يعني لو حد عنده انطوائيه او حاجه في الموضوع ده، ممكن برضه يجوجل ازاي يقدر يكسر الحاجز ده. في تكنيكس كتير يعني، بس الحاجات دي بالذات محتاجه براكتس. فاول مره كده هبعد عن الموضوع شويه. لما تيجي في جوب فير مثلا في 10 شركات او 10 جامعات، لو انت دي اول مره ليك، او حتى يعني لو مش اول مره، حاول تبدا بحد انت مستبيع عنه. يعني انا مثلا انترستد اقدم في شركه اي بي ام، مش انترستد ان انا اقدم في مثلا في خلينا نقول شركه اكس واي، فهروح اكس واي اجرب فيهم بصراحه. هضيع لهم وقتهم كده، بس هروح اجرب فيهم واجرب نفسي. لقيت نفسي بعرف اهزر كده وعندي سنس اوف هيومر وباخد وادي في الكلام كويس والله، ما لقيتش بتعلم حاجه جديده لحد ما الاقي نفسي تمام وانا فعلا انترست في ام، اروح داخل فيهم بقى الدخله الجامعه. في بعض الجامعات، واعتقد في مصر او في جامعه القاهره او جامعه الامريكيه، ساعات بيعملوا كامبس ريكروتنج. لو انت في جامعه، لو انت مش في احد الجامعات دي، او سمعت يعني ان في ايفنت في جامعه معينه وعندك الوقت، يا ريت يعني تروح تجرب نفسك وتتعرف على ناس كمان. في حاجات تانية opportunities موجودة هتلاقوها موجودة برضو على لينكد ان. ممكن في حاجات كتير لو عملت لها سيرش على لينكد ان هتلاقي وظائف كتيرة. عشان كده أنا بحاول أقول يعني بحاول أركز على لينكد ان يعني مش زيادة عن اللزوم، بس هو فعلا حاجة مهمة يعني. لو انت بتدرس او ناوي تدرس بره او ناوي تدرس في مصر، يعني لو انت يعني التوصيف بتاعك الاساسي ستودنت، سواء كنت بتعمل دكتوراه او ماجستير او بكالوريوس، فانت عندك التدريب الصيفي او في حاجه اسمها كو اوب بروجرام. الكو اوب بروجرام ده بيبقى في اي سمستر، الانترنشيب عاده بتبقى في الصيف. دي حاجات ممكن تاخد فيها اكسبيرينس في الشغل العملي، وممكن بعد كده تسهل عليك حاجات كتير لما تيجي تشتغل بعد التخرج، لان الاكسبيرينس في الريزم هتبقى ليها وزن كبير قوي بعد الديجري بتاعتك مباشره. في حاجات تانية اللي هي الكوميونتي سيرفيس او الفولنتيرنج، دي مهمه، ومهم ان انت تبقى عارف ايه الاكسبيرينس اللي انا باخدها، سواء الاكسبيرينس دي انا بنتورك، انا بقيت برو اكتف اكتر. الحاجات دي كلها هنشوف ازاي هيتم تزويدها في الريزم او في السي في. وفي انترناشونال اوبورتيونيتيز، بس خد بالك من موضوع الفيزا وحاول تشوف ايه الريكوايرمنتس بتاعتهم. انا خدت وقت اكتر من اللازم، واعتقد ده بسبب ان انا ما اتمرنتش على البرزنتيشن. معذره يعني، انا لو طولت انا محسابي على ساعتين، فهنضحي بالجزء العملي شويه لو لقينا نفسنا خلاص بنخلص في الساعتين. طيب نخش على الريزم رايتنج. هنقول كلنا عارفين تقريبا ايه الريزومي وايه السي في، بس يعني عشان نقول برضو الاربع حاجات الاساسيه. الريزومي بالكتير قوي صفحتين، المفروض صفحه واحده. لو انت بي اتش دي ستودنت او حاجه بعد كده عندك كومبليكيشن، خليها صفحتين. غير كده مفيش اكسبشن، هي صفحه واحده فقط. تمام. لان الناس اللي ان النقطه الرابعه بتقول لك الريزومي دي بتوع الاندستري مينلي، فهم انترستد يشوفوا حاجات معينه، يدوا صفحتين وهيضطروا يقروهم، يعني ممكن ما يبصوش عليها خالص. مش هتحط ريفرنسز، يعني ايه، مش هلاقي معاها الصفحه الثانيه عشان تلاقيها اقعد احط دكتور فلان ودكتور علان والاستاذ فلاني، دول ممكن تسلم عليا واقعد احط الحاجات دي كلها في السي في. سامرايز ليست معناها ان انت حتى لو عندك جوب اكسبيرينسز كتيره،
طب يا جماعة في حد عنده مشكلة في الصوت غير عبيد؟ طيب الصوت كويس، طب ممكن عبيد تعلم بقى السماعة. معلش. طب يا جماعة معلش أنا مش شايف الناس اللي على الفيسبوك بتقول إيه، فاعذرونا يعني، أو يعني حد ممكن يدور على يحاول يساعد لو أمكن. طيب هننقل دلوقتي على موضوع آخر. إحنا كده قلنا الفروق بين السي في والريزومي بشكل بسيط جدا. أنا السلايد دي كتبتها بناء على حاجتين، بناء على خبرة شخصية، وبناء على يعني في الريزومي بتاعتي تحديدا، وبناء على الناس اللي راجعوها لي، وبناء على مراجعتي للناس. فأنا اختصرت الرايتنج تيبس في كلمة كده شورت وورد اللي هي كور. كويس، لازم تتأكد إن أنت consistent organized readable و powerful. اللي هيقرأ السي في بتاعتك هيحس الإحساس ده إن أنت كده. ال consistency هنقول معناها، بس معناها بأبسط حاجة يعني إن أنا ما أعمل alignment للحاجات بشكل منظم وبشكل واحد، مش هلاقي بولت رايحة يمين كده سنة وبولت رايحة شمال سنة. الحاجات دي بتفرق جدا وبتشتت القارئ، فدي بتدل إن أنت في ال observation بتاعك انت كويس. اورجانيز دي يعني هرتب الداتا ازاي، تمام، ولما حتى لما اجي احط بولت هحط مين قبل مين. انا بتكلم على الحاجات اللي هي طبعا في وقت زمن شبه بعض، فده بيدل ان انت كشخص منظم يعني من الناحيه العقليه. ريدبل دي معناها من ناحيه اللغه كده، انت تختار لغه ستايل كده ظريف كويس، الفونت نفسه كويس، فده يدل ان انت شخص عندك اهتمام. ولازم تبقى في اللغه بتاعتك قوي، وهنشوف القوه دي جايه من ان انت دايما بتبدا الجمل بافعال وافعال قويه. طب يا جماعه الصوت قطع عند محمود، بس ممكن اللي سامعني يكتب واحد. طيب الله الله الله، انت بقيته هيجي والله. طب خلاص شكرا، متشكرين على هذه السرعه. طيب انا هرجع للسلايد دي تاني وهكررها قدام شويه ان شاء الله. طيب خلينا نقول شويه ريزومي تيبس، تمام. ايه الحاجات اللي انت تحطها؟ education، technical skills، work experience، الكورس بروجكت، لو انت عملت حاجه عمليه تقيله في مشروع تخرج او كده بتحطها برضو، وبتحط الاكتيفيتيز بتاعتك. معلش على التايبوز اللي هنا، انا ما رجعتش الكلام قوي يعني، تمام. طيب الحاجات اللي انت مش مطالب ان انت تحطها او اكشن المفروض تشيلها تماما، الريفرنسز، مفيش حاجه اسمها ريفرنسز تتحط. ممكن تحط كلمه يعني لو لقيت مكان في الصفحه لو لقيت تكتب كلمه ريفرنسز افيلبل ابون ريكويست ماشي، ما لقيتهاش ما تكتبهاش لان مالهاش اهميه. اوعى تحط معلومات شخصيه لسيادتك. انا ساعات بصراحه الواحد بيفتح ريزومي كده يبص يلاقي واحد حاطط صورته، او حد حاطط سنه قد ايه، او دينه او جنسه او كده. الحاجات دي ما ينفعش تتحط بتاتا. يعني انا ما اعرفش طبعا لما تيجي تقدم وظيفه في مصر نفس الحكايه، المفروض ما تحطش حاجه زي كده، لكن لو حد طلبها اعمل فيرجن كده مختلف وحطها له مخصوص، يعني حطها له في الاخر خالص، تمام. دي سامبل كده بسيطة للريزومي. طب يا جماعة المعلومات الشخصية، أنا قلت لو الشخص حالة خاصة الناس عايزاها يحطها، تمام، غير كده ما تتحطش. يعني الجنرال رول، القاعدة العامة، إن هي ما تتحطش أبدا، تمام. القاعدة الخاصة إن هي ممكن تتحط، تمام كده. طيب دي صفحة واحدة اهي، أنا أقدر أبص عليها وأعرف الراجل ده قد إيه هو consistent وقد إيه هو organized، وهل أقدر أقراها فعلا ولا لأ. خلينا نشوف كده الدنيا هنا، مش يعني مش هقول عليها مش زحمة قوي، يعني حاجة متوسطة، بس أنا شايف أهو كويس الراجل consistent، حاطط التواريخ كلها كده، أقدر أشوف كل وظيفة كانت من كام لكام من غير ما أبص على الجزء ده خالص. أنا أقدر أعرف الراجل ده
الاكسبيرينس بتاعته كونتينيوس ولا في حاجه ناقصه في الكورس. انا بقول لك على الناس، الحاجات اللي الناس بتبص عليها. تمام، انا هبعت لكم السلايد يا جماعه بعد الورك شوب بس عشان ما نضيعش وقت في الموضوع. طيب هنقول ان مهم قوي الجزء الاولاني يكون فيه الايميل بتاعك والتليفون بتاعك. لو سمحت الايميل حاول تختار حاجه بروفيشنال، يعني ما تختارش ايه ذا بيست مايند ات جوجل دوت كوم مثلا، او هلو بيبي مثلا ات جيميل. الحاجات دي مش هينفع تحطها في السي في. اعمل ايميل كده ظريف جدا وحطه في ده اللي تستخدمه للريزوم بتاعك. كويس كده، استخدم ايميل المؤسسه، استخدم اي ايميل شكله كده عليه بيبي. ماشي، اكيد المؤسسه مش هتعمل لك ايميل ذا بيست فولنتير ات ميوزك تور ديفورم، هتعمل لك ايميل بيزنس فده كويس يعني. تمام، العنوان بتاعك والتليفون كده خلاص. انا الشخص ده عارف هقدر اكونتاكت، هعمله كونتاكت ازاي. تمام، لو انت بتقدم على حاجه انترناشونال ممكن تزود سطر بسيط كده عن طريق عن الفيزا ستاتس بتاعك. تمام، الاوبجكتيف دي حاجه اوبشنال بس انا انصح ان انت تزودها وتخليها دايناميك على حسب انت بتقدم ايه. خلاص، فهو الشخص ده واضح جدا عايز يقدم على انترنشيب لسمر 2013. انا قريت السطر ده عرفت ان الشخص ده هو انترستد في الحاجه اللي مقدم فيها. كويس، الايديوكيشن بتبدا بالجديد وبعدين بتنزل تحت. خلاص، هو الشخص ده معاه بكالوريوس، انا اهم حاجه عايز اشوفها هو بكالوريوس في ايه. طيب في ناس هتلاقيها حاطه بكالوريوس الاول وبعدين اسم الجامعه، اي فورم من الحاجات دي فورمات كويسه، بس انا انصح ان انت تحط اسم الجامعه في الاول خصوصا لو الجامعه اسمها معروف. تمام، واللوكيشن بتاع الجامعه والتاريخ انت اتخرجت امتى بالظبط، او لو انت ما اتخرجتش لسه فهتحط كذا وده اشترك بس، او بتحط التاريخ اللي انت اكسبكتد تتخرج بيه وبتكتب بين قوسين اكسبكتد. كل الحاجات دي بالك. الجي بي اي بس معلش هقول فيه ملحوظه بسيطه، الجي بي اي لو سمحتوا الناس اللي بالنظام المصري ممتاز وجيد جدا وكده، يعني عندك كذا اوبشن. خلاص، ممكن تحط النسبه المئويه، ممكن تحط فيري جود وذ اونر لو موجوده، وممكن تحط الرانك بتاعك كمان. ان للاسف النظام في مصر نظام فاشل جدا، انا شخصيا بستاهل لما الاقي مثلا حد بتقول له تعديني ويقول لي انا الاول على بعيد وجيد جدا. طب يعني فالدكاتره مع للاسف ما عندهمش الفكره ان الشخص ده لو جه يقدم في حته بره في الانترناشونال سيستم ممكن يعني الناس ما تبصلوش بصه كويسه مع انه الاول على بعيد. ففي دايما ان الناس اللي فاهمه الموضوع ده بتعمل دايما كيرف صح في الدرجات، فبتبقى عامله حسابها مثلا ان اتليست 5% من الفصل او من الدفعه هيجيبوا ايه ده اللي هو يعني ممتاز. خلاص، وفي ناس للاسف مش بتعمل كيرف. المهم، في جهه كده اسمها وورد اديوكيشنال سيستم، هي يعني عشان عارفه ان الموضوع ده مختلف بالنسبه للبلدان وفي ناس كتير بتقدم لامريكا مثلا، فعملوا زي كونفرجن بلوت كده. فاللي انا فاكره ان مصر ممتاز وجيد جدا، دول بيتحسبوا كلهم ايه، وجيد ثلاثه اللي هو بي، ومقبول اللي هو اثنين اللي هو سي. هتلاقوا بوست كده على المجموعه موجود بالمعنى ده ممكن تستخدمه، بس برضه ما تحطش الجي بي اي لو هي حاجه مطلوبه يعني. طريقه حساب الجي بي اي موجوده في البوست ده، فمش مش هندخل في التفاصيل فيها دلوقتي. لكن الراجل ده برضه كان عامل واضح ان هو كان في برلين وكان عامل شويه ستادي وورك او كورسات يعني، فممكن يكتبها هنا. انا بتكلم على الكورسات اللي هي اكريدت من جامعه، مش بتكلم على كورسيرا او الحاجات دي. خلاص، فبيكتب من كذا لكذا، هو في الصيف ده خد كريدت اورز، خلص كريدت في الحته الفلانيه، ويقدر يبروفايد دليل على الموضوع. تمام، اكسبيرينس نفس الحكايه، بس خلينا نتكلم على الجزء الباورفول. دايما هتلاقوا البولتس الشخص كاتب فعال في الاول. انا ما اعرفش البوينتر بيبقى واضح هنا ولا لا، هل في ليزر بوينتر واضح كده عندكم؟ تمام، جميل. فهتلاقيه كاتب ايه؟ يعني انا هوريكم نماذج السي ديز مثلا او ريزومز مكتوبه، تلاقي واحد كاتب في البولت اي واز ريسبونسبل فور مش عارف كذا وكذا وكذا. طب انا مش عايز اعرف انت كنت بتسمعها، انا عايزك تديني كده اكشن انت كنت بتعمل ايه بالظبط.
الراجل هو واضح يعني كان ريسيرش اسيستنت، ده التايتل جميل جدا. Analyzing impact of biofuels، conducting experiments، بيعمل تجارب كذا كذا كذا، بحثت عن كذا كذا كذا، وبعمل موديل كذا كذا. الباور هنا بتبقى جاي من ان انت تبدا جملك بافعال، وافعال يعني قويه، خلاص، اللي هو بحثت، قدرت، قدت، حاجات من هذا القبيل. انا هبعت لكم لينك فيه كمان الافعال دي مترتبه بالتصنيفات، يعني لو انت بتتكلم على ناحيه اداريه هجيب لك باورفول فيربس بتعبر عن الاداره، حاجات قياديه، حاجات تكنيكال، وهكذا، هتلاقوه موجود في احد السلايدز. المهم الشخص ده ما عندوش اكسبيرينس كتير، فكاتب بس اكسبيرينس، كاتب كورس بروجكت، هو الراجل يعني كان بيعمل بروجكت جوه الكورسز، مفيش مانع ان هو يكتبها. زي ما قلت لك الريزم المفروض تبقى صفحه واحده، فكل ما بتزيد خبرتك كل ما تلاقي نفسك هتنقص حاجات، بس انت عندك في الباك جراوند كده حاجه اسمها سي في حاطط فيها كل حاجه. خلاص الليدر شيب اكسبيرينس مهمه جدا، ساعات هتلاقيها ليدر شيب، ساعات هتلاقيها اكسترا كريكولر اكتيفيتيز، ساعات هتلاقي سيكشن اسمه اكتيفيتيز اند اوورد، ممكن تكتب فيه الحاجات دي وهكذا. خلاص الراجل في الليدر شيب هيكتب والله انا كنت فايس بريزيدنت للمؤسسه الفلانيه، وبرده نفس الحكايه، هي عامل بولتس واضحه، هو الراجل كان بيعمل ايه؟ لان في السؤال دايما اللي الواحد ممكن تكتبها في الليدر شيب، الاعمال التطوعيه تكتبها ليدر شيب او اكسترا كريكولر اكتيفيتيز، كل ما كان السكشن كاسم معبر كل ما يكون افضل. الشخص ده عم مسمي السكشن ليدر شيب لان البوزيشن كان فايس بريزنت، ماشي، بس في العاده يعني الافضل ان انت تعمل سكشن كده عام اسمه اكتيفيتيز ليدر شيب اند اووردز، وتحط فيه كل الحاجات اللي انت قادر تحطها. يعني بالنسبه للاووردز يعني ما تستغربش اي حاجه، حط كل حاجه، تمام. انا شخصيا انصح ان الشخص يبدا يعمل نفسه سي في، يدي نفسه براح كده ويكتب كل حاجه بشكل منظم، وبعدين يستخلص منها ريزم معين بحيث يطلع احسن ايمج في السي في يحطها في ريزم المختصر، تمام. الكمبيوتر سكيلز برضو مهمه جدا، خاصه في الواقع هي مهمه لكل الناس، بس مثلا هتلاقي الناس المهندسين مش هيكتب مثلا كنت انا بشتغل على مايكروسوفت ويندوز وماك ويونكس ومش عارف ايه، لان دي يعني ممكن تكون حاجات كومن مش محتاجه اقولها، بس ممكن اكون محتاجه اقول لغات البرمجه. خلاص لو حد مش هندسه ومالوش في البرمجه الحاجات دي يكتب بقى بلاتفورمز، فيكتب اه والله انا بشتغل على ويندوز مثلا ويندوز 8 وبشتغل على ماك وبشتغل على يونكس وهكذا، وفي الابلكيشنز يكتب بقى انا مايكروسوفت اوفيس واعرف شويه حاجات ثانيه، فيكتب ويكتب كده بالشكل المنظم ده، مش يكتب كمبيوتر سكيلز وبعدين يكتب درجات يعني I'm good at using مش عارف ايه، لا احنا عايزين حاجه واضحه الشخص هيقراها. خلي بالكوا الاستراكشر ده معمول عشان الناس اللي بتعمل سكان بسرعه تقدر فعلا تطلع الانفورميشن اللي هي عايزاها. خلاص معلش تاني طولت في الحته دي، بس هي هتوفر علينا وقت لما نيجي الجزء المراجعه. الباور فيربز اهي، خلاص هتلاقي ادفايزد، ادفانسد، ادميتد، allocated، allowed، وهكذا بالترتيب اللي متضايق. بس سيبكم من القصه دي كلها وروحوا على اللينك ده، هتلاقوها مترتبه معمول لها جروبنج، هنا معمول لها جروبنج بالحروف الابجديه، هنا هتلاقي معمول لها جروبنج بالاكشلي بحجم بالتخصص العمل، يعني مثلا هتلاقي الادمنستريشن معموله بطريقه، هتلاقي الحاجات التكنيكال مكتوبه بيج افعال عشان لو عايز توفر وقت. خلي بالك الاكسبيرينس في الماضي هتستخدم الفعل في الماضي، الاكسبيرينس اللي هي في الوقت الحالي لو انت عندك بوزيشن حالي حاول تستخدم اللي هو البريزنت او البريزنت كونتينوس، تمام. طيب بالنسبه للسي في ايه الحاجات الزياده اللي هزودها؟ هتفوكس جدا على الاكسبيرينس، كل صغيره وكبيره هنزودها، كويس كده، والريسبونسابيلتيز هتتعمق فيها، كويس. الحاجات السكشن الثانيه اللي المفروض تزودها السكيلز، الريفرنسز، البابليكيشن برزنتيشن اتعمق فيها براحتك، لو انت عندك حاجات كتير وبتعمل ريفرنس انت هتعمل سكشن اسمه سيلكت بابليكيشن مش بابليكيشن، لان انت مش هتحط فيه كل حاجه، وممكن تحط بقى الليدر شيب وتتعمق فيها، ممكن تحط اكاديميك بروجكتس وتتعمق فيها وهكذا. فزي ما قلت يعني يا ريت تبدا بالجزء ده لو عندك وقت وتنظمه بشكل كويس جدا،
وتستخلص منه ريسورس. تمام. والنصيحة عامة يعني، السي في التمبلت ده اللي انت هتعمله يعني كل شهر كده، بص على الاتشيفمنتس اللي انت عملتها وحاول اتليست يعني تقضيت سطر مثلا. كنت يعني حتى لو شهر مثلا كنت بتتطوع، فانت كنت بتراجعه بتكتبه بشكل معين، لا ممكن لا دلوقتي انا ممكن اجمل نفسي فيه اكتر، يعني احط الانجازات بشكل افضل وهكذا. It's better to write what you need. لا انا بتكلم حاليا عن السي في. طب وانت السي في بتحط responsibilities بشكل واضح. الريزومي انت بتبدا بافعال كده واضحه، فانت بتكتب الانجازات، مين للانجازات اللي انت عملتها. تمام. معلش انا مش فاهم السؤال بتاعي، يعني ايه مراجعه؟ يعني ايه تشتري مراجعه؟ الأشخاص الذين يمكن رجوعهم لازم يتأكدوا من صحة الكلام. في يا جماعة سيرفيس معمولة تحت مشروع خطوات، بتبعته حاليا المستعجل يعني ممكن يبعت على الصفحة الرئيسية، واللي مش مستعجل يعني هيعمله إن شاء الله نظام أفضل وممكن تستخدمه. فين الريفرنسز دي يا جماعة؟ هنا يعني دي؟ بتتكلم على دي يا علي ولا مين؟ يا جماعة الريفرنسز دي يعني مثلا، يعني مش هقصد حاجة معينة مثلا، بس أنت مثلا دكتور في الجامعة عندك، يعني لو حد بعت له إيميل وسأله عليك هيقول لهم ده الشخص ده تمام التمام خلاص. على فكرة هنرجع لجزء النتوركينج، النتوركينج محتاجة عشان تكتب ريزومي كويسة وهكذا. مثلا متطوع في حتة بقالك مثلا 6 شهور والناس عرفتك كويس، فأنت عارف إن أنت لو حطيت زميلك فلان أو التيم ليدر بتاعك فلان أو فلان هيكتب لك حاجة كويسة. وطبعا يا ريت أي حد قبل ما تحط أي حد لازم تقول له إن أنا هحطك وتاخد رأيه. لأن في ناس ممكن يعني يبعتوا لهم يقولوا يا ده طلع عينينا ده كذا ده كذا، فخلي بالك لازم تكون مستأذن الشخص كويس كده. ريفرنس از افيلبل ابون ريكويست، دي ممكن تكتبها في الريزومي، بس في السي في عندك بقى مساحه ان انت تقول. يا جماعه انا بتكلم على السي في تيبس، السلايد واضحه، انا بتكلم على السي في دلوقتي. انا قلت ما تحطهاش على الريزومي، خلينا نرجع بقى عشان نلخبطك. اهو السلايد اللي قبلها ب4 دي ريزومي تيبس، انا قلت ما تكتبش ريفرنس خالص، يوم ما تكتب هتكتب ريفرنس افيلبل. انا دلوقتي في السي في تيبس. واضح كده يا محمود؟ طيب جميل جدا. طيب ننقل على سلايد ظريفه جدا معموله اهي. It's your CV, make it shine. وميك ات شاين دي مش هتيجي غير بالبراكتس، وانك انت لازم يبقى عندك وقت اتليست كل شهر تراجع السي في بتاعك. خلاص؟ زي ما قلت لكم الموضوع It's a full time job، بس انت ممكن لو عملت investment فيه بشكل كويس هترتاح فيه جدا. الابلكيشنز اللي هي المنشورات، يعني نشرت في مجله دوريه، نشرت بحث، نشرت مقاله في جورنان، حتى كل دي ابلكيشن. هو يعني الدنيا برضه بتتحدد اهميتها على حسب انت بتقدم فين. يعني غالبا لو انت بتقدم على صحافه فمن الابلكيشنز مقال مثلا دوري بكتبه في مجله فلان، يعني دي تعتبر. انما لو بتقدم على دكتوراه في مثلا في الكهرباء وكنت كاتب مقال مثلا في الجزيرة توك، يعني مش هتكتب دي في الابلكيشن، ممكن تكتب ان واحد تطوعي كده. واضح الابلكيشن امنية؟ طيب جميل جدا. طيب انا هضطر اسكيب الجزء بتاع الكفر ليتر، لان هو مش ما اعتقدش ناس كتير منكم هتستخدمه، بس اللي عنده سؤال فيه لما يراجع السلايد يا ريت يبعتولي. الكفر ليتر باختصار حاجه بتبعتها لما تبقى عايز انترستد في حاجه وعايز تبعت لامبلوير معين، فبتقعد بقى تشرح له انا فلان الفلاني وانا انترستد، وعلى فكره ده انا واد فيتك وراجل كويس. يعني اقرب حاجه ليها للناس اللي بتقدم على دراسات بره الستيتمنت اوف بيربس. الستيتمنت اوف بيربس نفس الحكايه، انت بتقعد تكتب انت مين ومقدم في الموضوع ده ليه وازاي هيفيد مهاراتك وانت ليه انترستد فيه وهكذا. يمكن الستيتمنت اوف بيربس اعمق شويه، بس الكفر ليتر حاجه شبيهه كده. فهضطر ان انا مش فاهم اللغه اللي انت كاتبها يا عم، يعني مش عارف. طيب خير.
نضطر ان احنا نقلب ايوه الموتيفيشن ليتر او ستيتمنت اوف بيربس كلها كده. ما اعرفش بقى ايه الهيروغليف اللي انت كنت كاتبه قبلها. طيب ففيها جزء هيدر وفيها فيرست باراجراف، فيها يعني يا ريت ترجعوا للسلايدز عشان مش عايز اقضي وقت هنا كتير. وزي ما قلت مش كل الناس هتحتاج تكتب كفر ليتر، انا شخصيا عمري في حياتي ما كتبت كفر ليتر، بس انت ممكن تدور على الحاجات اللي شبيهه. يعني مثلا لو انت بتقدم في جامعه وفي دكتور عجبك، حاول تكتب كده رساله بشكل ظريف تكون مختصره، تقول انت مين وليه انت مكتب في المجال بتاعه وكده. الحاجات دي يعني ممكن تصنف كلها تحت كفر ليتر. بس يعني كلمه كفر ليتر هنا مقصود بيها الحاجه الفورمال شويه اللي بتتبعت مني للصناعه، للناس اللي في الصناعه. عاده الناس في الاكاديميه مش بيكتبوها غير لو مقدم لحاجه بروفيسورشيب او كلام من ده يعني. ندخل على الانترفيو كده بسرعه، وبعد ما نخلص الجزء ده انتوا اللي هتقودوا الجزء العملي، مش هعمل حاجه بصراحه. طيب الانترفيو حاجات كده بسيطه لازم تحضر لها كويس، وعندك فرصه ان انت تعمل انترفيو موك انترفيو او انترفيو يعني كده وكده، وتتعلم منها شويه حاجات، وعندك تيبس كتيره مهم ان انت تعرفها هنتكلم فيها بعد شويه. موعد الوصول دلالة قوية على التزامك بالمواعيد، بس يعني في الحاجات اللي هي كبيرة شوية محدش هيبص للموضوع ان انت يا والله ده جه بدري او كده، خلاص دي حاجة معروفة. انت لو ما جيتش بدري ما جيتش في الميعاد انت حر بقى بعد كده في الليل. طيب في الانترفيو الموضوع مش بس كلام، الموضوع برضه كل الحركات اللي انت بتعملها كاونتس. يعني بالنسبه للجزء العملي على الاقل اللي انا احتكيت بيه، انا بقدر اقول من حركات الشخص مثلا اذا كان هو مهزوز وهو بيتكلم وواثق من المعلومه بتاعته ولا لا. والموضوع ده على فكره يعني على حسب الانترفيور برضه، هتلاقي ناس مش هتهتم في الجزء ده خالص، هو راجل كسل مثلا كان تكنيكال قوي وهو اتحط يعمل لك انترفيو عشان يعني اي بادي لانجوج معاه مش هتفهم، هو عايز الاجابه بشكل معين وخلاص. تمام. انما عموما يعني القاعده العامه ان حتى طريقه تفكيرك وانت بتجاوب الحاجات دي كلها، يعني هقول لك بادي ومايند لانجويج مهمه جدا. تمام. ايه اللي بيحصل اثناء الانترفيو؟ خلينا نغش الموضوع ده من الدكتوره منال. يوصل نص دقيقه. اللي بيحصل في during the interview يعني، طب بغض النظر عن النقاط دي خليني بسرعه اقول لكم. اول حاجه طبعا لازم تعرف ان الانترفيور هو زيه زيك، يعني هو برضه بالنسبه له ان هو يعمل لك انترفيو ويعرف يقيمك من خلاله، ده بالنسبه له تحدي خلاص. فهو في الاول خالص هو عارف ان انت جاي مرتبك وكده، ومش هو ده الجزء اللي هو مهتم يشوفه فيه. فأول حاجة هيبدأ بقى جزء يعني إيه استقبال كده بترحاب، على حسب طبعا الشيكينج هاند طريقتها عاملة إزاي. لو الشخص يعني سلم عليك هتسلم عليه بطريقة معينة، طبعا لو مش بتسلم أقول لهم مش بسلم يعني مفيش أي حاجة خالص، عشان بس ما حدش يعتمد في الحاجات دي. الـ first impression هيجي من الموعد بتاعك، من طريقة هندامك، ومن الرد بتاعك يعني اثناء البريفنج، وفي اول كام سؤال يعني اللي هو بريك ذا ايس يعني بنشوف يعني بتعرف الشخص ده يعني كويس حبوب، حتى انت كمان بتتعرف على الانترفيور اكتر. طريقه الدسكشن بتاعت الكريدنشال بتاعتك دي الحقيقه ان هي على حسب السؤال، بس هو عامة يعني لو حد سألك مثلا أنت بتعمل إيه في عملت إيه في المكان الفلاني، أو أنا شفت الريزم ولقيت achieving مش عارف 100% sales improvement في كذا كذا كذا، فلما هتيجي هقول لك طب أنت عملت كده إزاي، أو اشرح لي شوية عن المهمة دي. الأول هتقول له طبيعة الشركة اللي أنت شغال فيها، وبعدين المهمة كانت بتتعمل إزاي، بعدين إيه الأكشن بقى اللي أنت عملته فعلا والأوتكم بتاعه. الأربع حاجات دول اللي هم بيسموها الستار ميثود، ستار اللي هي سيتويشن تاسك اكشن، وبعدين ستار دي اللي هو الاوت كام بتاعك. تمام. طيب
احنا طبعا هنشوف بقى في التطبيق العملي الموضوع ده هيتم ازاي يعني، كويس كده. وفي ريفرنسز في الاخر موجوده للي عايز يتعمق في جزء المنتج. انا بس عايز اركز على حاجه مهمه جدا في الانترفيو، لان معظم الناس هتجوجل وهتعرف ازاي اعمل انترفيو والتبس والحاجات دي كلها. في جزء كبير جدا بيغفل عن حاجه مهمه، ان انت لازم تسال للانترفيور زي ما هو بيسال، ولازم هو على فكره هو قبل الانترفيو بيحضر شويه اسئله هو عارف هو هيسالها لك، وبيكون في الغالب قاري الريزومي بتاعتك تمام، او ممكن يكون خبير فمجرد ما يسكنها كده هو بيرحب بيك في النص يقدر يعرف هو هيسالك ايه بالظبط على حسب خبره الشخص يعني. بس لازم جد لازم بشكل قوي جدا ان انت تحضر اسئله. لا الموضوع مش رخامه يعني، الموضوع مش رخامه خالص. الموضوع ان انا لما انا بعمل انترفيو لحد وبعدين بلاقيه هو انترستد يعرف الجروب اللي انا شغال فيه، هو عددهم قد ايه، طب الورك لود اخباره عامل ازاي، انا سمعت ان والله الشركه اليومين دول بتروح للترند الفلاني، هل انتوا بتطبقوا الجزء ده، الحاجات دي كلها خلاص. فانت بتشو الانترست بتاعك، وكمان بتبقى فرصه يعني في الواقع بتبقى فرصه كويسه ان انت تعدي الانترفيو على خير يعني. ايه ما انت لو اديت له مساحه الساعه ونص ساعه الانترفيو خلاص، انت كل ده في موقف المجاوب اللي هو موقف المدافع. انما لازم برضه تحط نفسك في موقف الشخص اللي بيسال، لان هم بس اللي بيدوروا عليك يعني، مش انت بس اللي بتدور على حد تشتغل معاه، هم كمان بيدوروا عليك. فانت برضه حاول تسال الاسئله اللي تدلل لك ان الناس دي هي الناس اللي انا فعلا عايز اشتغل معاها. ما انا شخصيا من الاسئله اللي بسالها، الاستريس عندكم في الشغل اخباره ايه؟ بوزيتيف او نيجاتيف، حاجات من هذا القبيل. انت هتسيبه يسالك في الاول او هو يعني، انا شخصيا يعني شفت ده وانا ساعات بعمل كده، ان انا قبل ما ببدا حاجه يعني كنوع من بريكنج الايس يعني بقول له يعني ايه الاسئله اللي عندك، او اتقدمت عندنا ليه وقول لي لو عندك اي اسئله احاول اساعدك فيها، كنوع ان انا بحاول يعني الراجل يكون حبوب شويه وهو بيتعمل له انترفيو يعني. اعتقد يعني الانترفيور بشكل عام خصوصا الناس اللي هي فاهمه عايزه ايه بالظبط يعني، اكيد هتلاقي ناس من كل الاطراف، هتلاقي ناس معقده نفسيا هو جاي اساسا بيعمل لك انترفيو غصب عنك مثلا غصب عنه، وفي ناس بتبقى عارفه هي داخل الانترفيو دي عايزه تشوف ايه بالظبط. فخليك مع الجزء الثاني، هو داخل الانترفيو هو عايز يشوف منك او يسمع منك حاجات بعينها. وهنرجع لموضوع السي في والريزومي، برضه انت في السي في والريزومي لازم تحاول تبين بقدر الامكان الجزء ده وبشكل بوزيتيف. فالانترفيو والريزومي السيستم ده كله على بعضه مرتبط ببعض خلاص. عموما في اخر الانترفيو هترافق، ولو عندك اسئله تانية اكتشفتها في النص برضه حاول دايما يكون معاك ورقه وقلم تسجل نقاط عشان ما تسال عشان ما يعني ما تتلخبطش وتنساها. انا شخصيا اكتر جزء مرعب بالنسبه لي في الانترفيو لما يكون في سبوره وحد عايزني يسالني سؤال وعايزني اجاوب عليه، بس عادي بتعدي يعني عادي، لان ما بقاش قدامي ورقه وقلم وعندي سؤال في النص عايز اكتبه مش عارف. لكن عموما يعني اعتقد جزء السبوره ده يعني مش كتير قوي يعني، خصوصا ان معظم الانترفيوز دلوقتي بتتعمل على السكايب وعلى على التليفون يعني. بس على فكره جزء السبوره ده ممتع، انا صعب استخدمه مع كل الناس اللي انا بعمل معاهم انترفيو يعني، اقول له سيبني بقى اللي انت كنت بتعمله كده واقعد اساله اسئله ظريفه، بس بتبقى حاجه يعني فيري فريند يعني، محدش بيحاول يطلع عقد في حد. طيب ما اعرفش مين فيكم حضر محاضره دكتور زهران المره اللي فاتت، بس هو كان بيتكلم على حاجه اسمها مورفيز لو. مورفيز لو بيقول لك ان anything can go wrong it will خلاص، فاكسبكت اي حاجه حتى في الاسئله يعني. معظم الناس اللي هيقدموا مثلا في انجينيرنج او في طب هيلاقوا ناس بيسالهم اسئله تكنيكال، بس هتلاقي كده بتسال اسئله بنكره ولازم تحضر لها كويس. اكسبكت مثلا ايه ده الجزمه اتقطعت هتعمل ايه يعني، اي حاجه ان اكسبكتد ما تحاولش ان انت تطلعها بره الموضوع، واحسن استراتيجي ان انت تتعامل مع الان اكسبكتد ان انت يبقى عندك روح مرحه شويه تمام. ودي حاجه بالمناسبه الناس هتبقى عايزه تشوفها في الانترفيو يعني.
طب هناخد السؤال ده في اللعبة بقى محمود عشان ننتقل لحاجة تانية. طيب أنا مش عايز أطول برضه في الجزء ده، لكن هبعت لكم ريفرنسز على الانترفيو شد ايه بالظبط، الدريس كود والحاجات دي كلها اللي مش محتاجين ان احنا نتكلم فيها كتير. الريكروترز برضو لما بيجوا يعملوا انترفيو في الاول، احيانا بعض الوظائف الريكروتر في الاول بيتكلم معاك. الريكروتر ده شخص بيكون عارف التكنيكال باك جراوند المطلوبه من الوظيفه، وبيحاول اكشلي ان هو اللي يلاقيك مش انت اللي تلاقيه. فبيبقى طالب منك مثلا نص ساعه تليفون مكالمه، فهو بيبص على حاجات معينه، قد ايه مثلا ان انت عندك معلومات كويسه عن الشركه او الجامعه، وقد ايه انت فيت في الحاجات دي وهكذا. طبعا هو الريكروتر تحديدا بيبقى قاري الريكورد بتاعتك في الاول. وهتلاقي ناس كتير دلوقتي ترند كبير جدا على لينكد ان، الريكروترز بيستخدموا البروفايل بتاع لينكد ان عشان يعرف انت مناسب ولا لا. فرجاء للمره ال 20 يعني اهتموا، وانصحوا الناس ان هي تهتم يعني في موضوع لينكد ان يعني. طيب انا هقول بعض التيبس عشان اكفر النقطه الثالثه دي، ما اعرفش اذا كنت بتفهم. بالنسبه للانواع الانترفيوز، في بيرسونال وده اللي انا مين اللي هركز فيه في الورك شوب، وفي الاديوكيشنال اللي هو بسال عن الدرجه العلميه وحصلت على عليها، باخد اكسبيرينس شويه عن انت الخبرات التعليميه اللي انت حصلت عليها واثرت عليك ازاي واثرت على قرارك ازاي، والاكسبيرينس بيبقى جزء من التكنيك. تمام، ازاي تبريزنت احسن حاجه عندك. يعني هو الموضوع هيبدا من جواك انت شخصيا، لازم تبقى انت عارف انا مقدم على الحاجه دي ليه، يعني كسبب كغرض رئيسي عندك خلاص. وانصحك ان انت تتكلم بتلقائيه وبشفافيه في الانترفيو، لان يعني لو بان في الانترفيو ان انت عندك نوع من اللؤم او كده مش هتبقى وجهه كويسه. مش عايز اقول لك اللي في قلبك عن سنك، بس حاول تتكلم بموتيفيشن وبتلقائيه، بحيث يعني ايه اللي بيطلع من القلب بيصل الى القلب، لكن يعني حاول بقدر الامكان تطلعه بشكل كويس. حاول تتجنب الجزء السلبي لو انت بتتكلم عن خبره معينه، يعني مثلا لو سالتك ايه بقى خبرتك في التعليم في جامعه مثلا مش حاجة من أسوان، هنقول جامعة أسوان خلاص، دول بهدلونا وما علموناش كويس، وكانت مش عارف مين بيعمل إيه الحاجات دي. يعني أوعى أبدا إن أنت توصل حاجة نيجاتيف عن مكان أنت كنت شغال فيه. للأسف الواحد بيلاقي الحاجات دي كمان مكتوبة في ستيتمنت أوف بيربس، يعني يقول أنا خارج من مصر لأن مصر ما فيهاش تعليم عدل. طب لا، انت بيقول لي كاتب جامعه مثلا بني سويف او جامعه المنيا، ومفروض يعني ان دي حاجه مقدره يعني كويسه، فانت جاي كمان تقول لي دي حاجه نيجاتيف. طب ما انت كده جبت النيجاتيف لنفسك خلاص. فحاول دايما تبقى بوزيتيف، وحاول تبقى برو اكتيف، سواء في البرو اكتيف في التصرف في الانترفيو او في الكتابه او في اي حاجه. الصوت كده مسموع يا جماعه؟ وزي ما قلت be ready for behavioral based questions. انا بلاقي ناس بتبقى جاهزه للتكنيكال، بس ساعه مثلا ما اجي اساله اقول له طيب انت مثلا مين مثلك الاعلى، يقعد بقى ايه وشه اخضر واحمر واصفر. طب سؤال زي ده انت المفروض تكون محضر له. والستار ريسبونس، طريقه لما باجي اسالك انت عملت الاتشيفمنت ده ازاي، لازم تبقى برضه منظم انت بتجاوب ازاي خلاص. ومهم جدا في الانترفيو بالذات، زي ما احنا قلنا السي في بتتراجع كل شهر، حاول تعمل الانترفيو لنفسك كده ايه كل فتره، وتشوف هتعرف الانجازات بتاعت اللي انت بتساله. وبالمناسبه دي احب اقول ان محدش يكتب حاجه في السي في هو مش عارف يرد عليها، دي حاجه ضروريه. الفكره مش في الحشو، الفكره ان انت في الانترفيو بتبين ان انت كل حاجه كتبها في السي في لو سالت عليها انت جاهز ترد، وترد بشكل برو اكتف جدا. برو اكتف دي اللي هو حاجه حماسيه، حاجه منظمه، وبرو اكتف كمان ان انت ممكن تسال الشخص سؤال. يعني مثلا هقول لك على مثال، مثلا انا في احد الانترفيوز سالت اسئله كده ما اعرفش اجاوب عليها، فانا اكشلي انا انترستد ان انا من الفاليوز اللي انا عايز اوصلها للشخص ان انا بحب اتعلم. فبعد ما اخلص الانترفيو خلاص بقول له على فكره السؤال ده انا فعلا مش عارف اجابته، فلو تقدر تدلني كده على طريقه الاجابه
مش لازم الإجابة نفسها، فبتلاقي إن الناس يعني يعني فريندلي أكتر من أنت متخيل، هو بيقول لك فعلا دي إجابتها كذا، بس على فكرة أنت طريقة حلك كانت يعني في الاتجاه الصحيح، مش مشكلة مثلا الإجابة النهائية. فأنت بتدي نفسك ثقة في الناس، وبتبين للشخص إن أنت أنت انترست وعايز تعرف، أنت مفيش معلومة كده بتعدي وأنت مش عايز تعرف. فده على فكرة جزء من إن أنت تكون proactive برضه. خيال ساعة. طيب الدريس كود بقى والدايننج بقى، لو الانترفيو كان فيه عشاء وكده والحاجات دي مش محتاجين نتكلم فيها، لكن بعد ما تخلص الانترفيو انت من حقك تنشيت السالري والبنفيتس بتاعتك، ومن حقك ان انت تعرفها بشكل قاطع وصريح، لان انت في الاخر في عقد وهتمضي عليه او في اجريمنت ما وهتمضي عليه. خلاص كلمة ماني، الفلوس مش كل حاجة، دي الفلوس مش كل حاجة فعلا، بس هي جزء مهم، لكن الجزء الأهم إن أنت هل الوظيفة اللي أنت مقدم فيها دي حاجة انترميديت على حاجة أكبر أنت بتبص عليها، فساعتها هتبص على الفاليو بقى الرئيسية من الوظيفة بتاعتك. أتمنى الموضوع ده يكون واضح، ولو في حد عنده أسئلة في الموضوع ده هناخدها أوفلاين إن شاء الله. مهم جدا ان انت بعد الانترفيو يعني حاول تاخد الكونتاكت بيرسون بتاع الانترفيور، حاول تبص على فكره من الحاجات اللي ما قلتش عليها ونسيت. اللينكد ان ممكن تستغله بشكل كويس قوي انك تعرف مين الانترفيور بتاعك قبل ما يعمل لك انترفيو، لو كان الموضوع متاح. لو الموضوع متاح الموضوع ده بالنسبه لك نقطه قوه كويسه، لان احد الحاجات وانت بتتناقش مع الشخص وانت بتكتب، طب ايه ده انا انت انا انت واضح ان انت خدت بي اتش دي في المجال الفلاني بتاع الفلانيه، ده انا اعرف فلان كذا كذا، يعني حاول ان انت تعمل نوع من انواع الصداقه شويه، يعني لو نفع يعني. او تكون نقطه انت مهتم بيها في البروفايل بتاع الشخص فتساله عليها. مهم جدا ان انت تبعت ايميل او رساله بالبريد لو الايميل مش متاح، رساله شكر للانترفيور او للريكروتر كمان لو كان في حد بسيط انت بتشكره على الحاجة زي كده، وسواء انت مستني النتيجة او انت متفاهم او مثلا جالك رفض، فانت المفروض تبقى برو اكتيف بيرسون، المفروض تبعت تقول طيب اتس اوكي ان انا اترفضت، ويعني انا مش ابسيت بس عايز اعرف بالظبط يعني ايه النقاط القوة اللي انا ممكن اعملها. الريجكشن عادة هيبقى اكتر من القبول، فلازم يبقى عندك كده ايه روح رياضية، ما تقعدش مش مثلا تقول ده هو الانترفيور ده 60 في 70 ومش عارف مين الحاجات دي كلها. انا يعني اي حد هيقدم على 10 طيب يعني في الغالب هيجي له ريجكشن من 8، وفي الغالب يعني في الغالب الاول طبعا هيجي له ريجكشن من 10 خلاص. بس لازم تكون انت يعني ايه مش بس روحك الرياضيه، لكن حاول التجربه دايما تتعلم منها. يمكن دي الحاجات اللي هي بتفرق ما بين الاشخاص، يعني ما تقعدش تلوم على الناس ودول ما فهمونيش ودول متآمرين والحاجات دي كلها، لا حاول تتعلم. اولا انت كسبت كذا حاجه، انت كسبت ان انت اخذت لايف انترفيو اكسبيرينس وعرفت تعمل ايفالويشن للاخطاء كويس جدا، وعرفت تشوف ناس بيعملوا ازاي بيعمل ايه في الانترفيو بتاعتك، وقدرت ان انت تتقبل الحاجه وتبعت كمان ايميل للناس تشكرهم. ما تقعدش تلوم على النظام بقى وعلى الافراد والحاجات دي كلها، لان اللوم في الاخر اللي هي مش هيفيدك حاجه. يعني هو هنفترض ان هم المصريين وما عرفوش يشوفوا الجوهر اللي جواك، ده برضو مش معناه ان هم المصريين 100%، ممكن تكون انت ما عرفتش تلمع نفسك بالقدر الكافي، او ممكن يكون مثلا عندهم نظام واسطه فكده كده انت كنت رايح تتمرن، حاجات من دي يعني. تمام؟ بس في كل الأحوال خلي دايما عندك سنس اوف هيومر وانت حتى بترد. طبعا انا بتكلم بقول هيومر مش ساركازم، عشان في بس ناس بتخلط بين الاثنين، السخرية والهزار يعني. بس كده. طب يا جماعة حد عنده أسئلة في الجزء ده؟ عشان هنخش بقى في التقيل، قدامنا 55 دقيقة. طيب الحمد لله محدش عنده أسئلة. طيب دي التو مانيوالز دول مهمين جدا ان انت تطلع عليهم كريفرنسز بعد كده،
لو انت هضمت الكلام اللي فات ده فدي حاجة كويسة. لو في حاجة مش واضحة هتلاقي المانيوال ده موضحها بشكل كويس جدا. الواحد لازم يحضر أجوبة ويكون تلقائي في نفس الوقت، يعني مهما حضرت من أجوبة هيتتسأل أسئلة مش موجودة. خلاص، أنا كمان بعد كده هعرض في ويب سايت جميل جدا اسمه بلاس دور، الناس اللي بتقدم في شركات وكده، بالذات الجزء التكنيكال، هتلاقوا فيه نماذج كتيرة الأسئلة ممكن الشخص يتسألها يعني. فيا ريت يعني الناس تعمل أكاونت عليه وتحاول تبص على الترندز والبوزيشنز اللي موجودة في الشركات. زي ما قلت يعني الموضوع هوم ورك كبير، يعني مش حاجة سهلة إن الواحد يلاقي فول تايم جوب ترضيه. تمام. الريفرنسز دي بقى هاو تو جيت جوب وسلسله بطول المهن، دي حاجه كويسه تبصوا عليها سريعا برضو. موقع اسمه جلاس دور موجود في السلايد يا جماعه، كل اللي انا قايله موجود في السلايد، محدش يقلق خالص. الناس اللي محضرين السلايد يعني تعبوا فيها جدا، ربنا يكرمهم. دي برضو انا طلبت يعني دي ريفرنس، لو انت عايز تعمل انترفيو لنفسك او حاجه زي سكورميتر ممكن تخش على احد المواقع دي وتسجل لنفسك وهتلاقي تيبس كتيره كويسه. فاللي بيقدم لاول مره رجاء لو سمحت ادخل اعمل انترفيو لنفسك، واحنا ممكن برضو نساعد في الموضوع ده بقدر الامكان ان شاء الله. دي مواقع عشان تو براكتس انترفيو. تمام، في ابس اهو على الايفون والايباد، ممكن تلاقوا اندرويد كمان، مش انا اللي حضرت السلايد بالمناسبه فما خليش يقول لي حاجه يعني. طيب طيب نبدا بقى الشو تايم، واعتقد ده وقت كويس ان احنا نتمرن فيه. انا هقف عند السلايد دي اللي هي كونسيستنت اورجنايز ليدر وباورفول، وهعمل شير للديسكتوب بتاعي. هنبص على ريزومي مكتوبه قبل التعديل وازاي حصل لها ترانسفورميشن بعد التعديل. انا طبعا مش عارف انسى الحاجه ان انا اعمل شير للسكرين ولا الافضل اشير الفايل. خلاص خليني اجرب اشير الفايل ثم ننظر ماذا. طب يا جماعه الكلام كده واضح ولا حسيت ان انا كلفت الموضوع؟ طيب احمد الموارد البشريه فكده هتكون واحد او بقول على الناس اللي لسه يعني تاني اشياء في الموضوع. طيب خير خير. طيب خليني افتح دي الاول. طيب واضح ان انا لازم اشيل الديسكتوب بتاعي. خلينا نشيل الديسكتوب بتاعي، مبهدل وحالته حاجه وصيانه. طب يا جماعه اللي شايف الديسكتوب بتاعي والكعبشه دي كده، يا اخوانا اللي شايف الديسكتوب يكتب اهو مش باين. والله كنت عايز اشيل مش باين لسه. طيب خلاص خليني ارجع. ظاهر عندي باين دلوقتي كده باين ظهر. طب يا جماعه ممكن اللي مش باين بس يكتب صفر. طيب مش باين عندي، ظهر عند مروه. طب امنيه مش ظاهر عندك ليه؟ طب اللي ظاهر عندكم في ملف كده فيه حاجات سودة. طب جميل جدا. طيب وفي الدروب بوكس عشان طيب كده مفيش غير الديسكتوب والملف ده صح؟ لا هو ده مش ويندوز خالص.
طيب دي ريزومي بتاعت أحد الناس الأفاضل. جميل. طبعا في معلومات شخصية هنا، بعدين ريسيرش اكسبيرينس، خلاص. أنا يعني عايزكم بس تبصوا على مجموعة حاجات ليها علاقة بالكود، تمام؟ خلي بالكوا هنا مثلا الطلبة بتاعت الكونتريبيوشن كانت مكتوبة عاملة ازاي. هنا الورك اكسبيرينس، مكانش في أي حاجة ليها علاقة بالأفعال. ماشي، يعني أنا مش لازم من الشخص، يعني مش لازم أقول للشخص في كل الفيديو. طيب، ربنا يكرمك أحسن. طيب، وبعد الورك اكسبيرينس والريسيرش اكسبيرينس أخيرا لقينا الكونتريبيوشن. طبعا احنا الكونتريبيوشن كله يبقى في الأول. الكي سكيلز، الكمبيوتر محطوط في نفس مكان الحاجات التانية. كان في حاجة كده اسمها تيست سكور. يا جماعة الاسم مكتوب، والله أنا بستأذن من صاحب السي في. يعني خلاص، يعني مش هجيب لكم أي سي في غير وأنا مستأذن صاحبه، خلاص اتأكدوا من ذلك. وبعدين كورس بروجكتس، وبعدين كورسز. أنا عايزكم يعني لو عملنا سكان كده بسيط، عايزكم تقولوا كده إيه الحاجات اللي إحنا قلنا عليها مش متوفرة هنا. يا جماعة حد ناوي يكتب حاجة؟ صفحتين، ماشي، حلو أوي، جميل. يلا يا جماعة، عايزين بقى الناس تاخد بوينتس، يعني جاوب صح ياخد بوينتس. المعلومات الشخصية، رائع جدا. إيه تاني؟ ريفرنسز، هو كاتب ريفرنسز؟ لا مش كاتب. طب كويس، هجاوب على إيه يا دكتور؟ واضح. طيب السؤال يا جماعه، ايه اللي انتوا شايفينه في الريزومي دي مخالف للي احنا قلناه؟ هو انا بعمل سكرول داون صحيح بيزيد عندكم ولا باين عندنا بس؟ يعني بنزل تحت اهو. الخبره مش مترتبه بالسنين. جميل، حلو قوي التعليق ده. ايه تاني يا جماعه؟ هو انتوا لا انتوا على فكره لا تقولوا الورك شوب، مش هعمل حاجه وانت مش وطيب عناصر الدراسه ولا سوى خبره، مش حلو جدا. ايه تاني؟ Education was not first. جميل، Education، ماشي. حد فاكر كلمة كورب؟ طيب مفيش أي حاجة تانية جت في بالكم غير الحاجات دي؟ شايط الأعمال التطوعية، ماشي. الأوبجكت الجميل، ماشي، مش موجود فعلا. إيه تاني؟ طب حد فاكر كورب كان اختصار لإيه طيب؟ ماشي، جميل جدا. طيب ايه يا جماعه؟ طب خلينا اقف عند الورك اكسبيرينس كده عشان ما الخصوش كتير. فاكرين البي؟ البي كانت ايه؟ ايوه، البي كانت فرنس. لا مش فرنس، يعني باور زي ما بيقال كده. طيب ماشي يا برنس، جاوب بقى كده. اللي كتب فرنس ده يكتب يقول لي ايه اللي موجود في الورك اكسبيرينس مخالف للكور. نو فيربس، صحيح. الحفاية المناسبة. طيب جميل جدا، جميل. طيب من ناحية الريدابيليتي، يعني أنا لما بصيت على الوظيفة دي، هل حاسين إن أنا طلعت اللي أنا عايز أطلع بيه؟ لو أنت شخص حاسس بالموضوع ده في مجالك، حاسس إن أنت فهمت إيه اللي بيحصل؟ position was not written. هو البوزيشن مكتوب فاليديشن، مش مشكلة. طيب فالموضوع مش مكتوب بشكل طار. طب خلينا كده نشوف الريزوم دي بعد ما حصل لها ترانسفورميشن، وخلينا نحطها جنب كده. نص ساعة، نص في الساعة، نص الشاشة كده فاضي صح؟ أنا لو جبت بعد التعديل مش عارف هيبان عندكم ولا لأ. هل كده جه الدوكيمنت التاني جنبها ولا مش صغير عندكم؟ A lot of missing space on the right side. طيب خلينا، طيب اجيبها كده كده. وضحت عند الجميع، وضحت كده عند الجميع. طيب ده نفس الشخص ونفس الوظيفه ونفس كل حاجه، خلاص. طيب القديمه باينه عندكم برضو، الجزء ده باين عندكم برضو. زوم ان تاني. زوم ان.
جديدة لسه ما ظهرتش يا جماعة، ما هو جديدة اهي. طب اللي مش ظاهر عنده الجديدة يكتب صفر. ظاهر عندكم الجديدة، طب يا ترى ده سبب ايه؟ طيب مروة قالت ظهرتش، وبعدين غلط. أمنية ظهرت عندك ولا لأ؟ أمنية وجهاد ظهرت؟ ظهرت دلوقتي. طيب احنا مش هنحتاج القديمة في حاجة دلوقتي، أنا هعمل لها من الأول. خلاص القديمة أنتوا شفتوها. تمام كده؟ هكمل؟ عايز نكمل يكتب واحد. طيب ماشي، جميل جدا، رائع جدا. انا هنخلص السامبل دي وناخد سامبل ثانيه بس. طيب بعدين نشوف اللي هيحصل. طيب الاوبجكتيف موجود اهو، ويا ريت في الاوبجكتيف تبدا حاجه كده جامده، يعني ابتغي او سيكينج او بدور على فول تايم ديجيتال ديزاين انجينيرنج بوزيشن، حاجه بسيطه وواضحه. خلاص انا عارف الراجل ده عايز بيدور على في المجال اللي اسمه ديجيتال ديزاين وفول تايم، يعني ما هوش انترنشيب، ما هوش بارت تايم، ما هوش حاجه تطوعيه. الموضوع بالنسبه لي واضح جدا. السمري دي حاجه اوبشنال، ممكن تكتبها ممكن ما تكتبهاش. خلاص بس ممكن تكتب حاجه بسيطه عن نفسك لو الموضوع يعني مستحمل حاجه زي كده. نيجي على الاديوكيشن. الديديكيشن اهو واضح ان هو اترتب بترتيب زمني مختلف تماما عن القديم. كتبنا الاي تي اي في الاول اللي هو كان في 2013، كتبنا الجي تي اي هو ما كانش موجود برضه، كتبنا ان كان في اوورد تمام، كتبنا البكالوريوس كان منين وامتى، وكتبنا حاجه في حاجه مهمه الناس كتير مش بتكتبها اللي هي الريليفنت كورس وورك. خلاص الريليفنت كورس وورك ده الحاجه، الكورس وورك اللي انت عملته ريليفنت للوظيفه اللي انت مقدمها. Can you keep it to compare؟ اه ماشي حاضر. طب القديمه كده واضحه عندكم؟ خلينا نبص على الاديوكيشن في القديمه. طيب الاديوكيشن كده واضح بتاع القديمه؟ اه بتكتب فيها لا مش اصلا. القديمه واضحه كده يا جماعه؟ اهو يا جماعة وحايد كده وصفار بسرعة. صفر يعني مش شايف؟ ماشي أيوه صفر مش شايف، واحد واحد شايف. لا ثلاثة دي طلعت بره. حد هيطلع محمد عمر يا جماعة من الفيش. طيب فشوف القديمة مكتوبة بشكل معين. خلاص طيب مفيش الريليفنت كورس وورك مش متغطيه خالص. الاديوكيشن اهو في الجديده مكتوب كمان ان كان في اوورد وحاجات. انا خايف لو عملتهم نيكست تو ايتش اذر انتم مش هتشوفوا الاثنين مع بعض، لان انا الشاشه عندي كبيره شويه. الاثنين كده واضحين مع بعض يا جماعه؟ صفر وواحد بقى بسرعه كده. الاثنين واضحين جنب بعض؟ ايوه متداخلين في بعض، ما انا عارف مش مشكله يعني. احنا مين اللي هنركز على الجديده؟ الجديده كلها باينه؟ اسراء صفر، اسراء واحد. طيب شكرا يا اسراء. طيب الاديوكيشن يعني انا ما اعرفش طبعا، خليني اسالك سؤال. هو لو بنتكلم على الريدابيلتي يعني سرعه قراءتك للحاجات وتنظيمها، هل هنا اوضح ولا في قبل ولا بعد؟ طيب بعد. في حد بيكتب سوبيميت او سؤال ليه التواريخ على الميل؟ طب انتوا عايزين ايه اللي عايزين تواريخ فين طيب؟ هو انا كاتب هنا الكاتيجوري على الشمال، هو السكشن ده بيتكلم عن ايه؟ والبوزيشن والتاريخ، دايما التواريخ كلها لازم تبقى على لا موضوع على الشمال ده مش يعني مش هتلاقوه. انا شخصيا ما عنديش مانع عشان الواحد يكتب على الشمال الحاجه، بس اعتقد على اليمين هتكون اوقع. الحاجات اللي موجوده بالاصفر دي حاجات محتاجه ان هي نتاكد ان هي واضحه، يعني ما تشغلوش بالكم بيها. احنا تاني احنا بنتكلم هنا على ريدمو مش عارف.
طيب كده كده في اي حاجه؟ طيب ممكن نروح على الاكسبيرينس، يمكن المعلومات تكون واضحه شويه. تعال نشوف الاكسبيرينس هنا في القديم. في القديم الاكسبيرينس هو كان ريسيرش اساسا في حته معينه، وبعدين كاتب مين جمله سيمي كوندكتورز موديلنج اند كي باد وفوكس اون كده. انا اول ما هقرا الجمله ما فيهاش افعال كده، اول حاجه في الانترفيو هعملها، طبعا لو ما عنديش وقت ان انا اعمل انترفيو وفي كانديدتس موضحين الموضوع ده وكواليفايد، غالبا يعني مش هستنى ان انا اعمل انترفيو. اول حاجه عايز اعرف، طيب ماشي سيمي كوندكتور موديلنج، حضرتك كنت بتعمل موديلنج يعني ولا ده الحاجه العامه اللي بتتم في الديبارتمنت عندكم؟ تمام. فهي مثلا نشوف الاكسبيرينس هنا، نفس الاكسبيرينس مقابلها ايه هنا. فدي بعد التعديل، اولا كاتبين اسم الجامعه في الاول. دي على فكره من الحاجات اللي لازم تبقى يعني اي يو سي سي ان دي. مين يا عم دول؟ انا راجل امبلوير وحد لقيت حد كاتب لي سي ان دي او جامعه برضه، انا لا اعرف مين سي ان دي ولا اعرف مين هم الاي يو سي بالظبط، بس ممكن اخمن في الاخر ان سي ان دي ده اختصار لسنتر اوف نانو الكترونكس ديفايس، بس انت ما تدينيش الفرصه ان انا اخمن. تمام. فهنا واضح البوزيشن اهو، ريسيرش اسيستنت اد سنتر فور نانو الكترونكس ديفايسز، اسم الجامعه معروفه، البلد موجوده، التاريخ موجود، وبعدين اهم جزء بقى الجزء ده. خلاص شايفين الجمله دي كانت مكتوبه ازاي؟ الموضوع ده على فكره مش ريفيو بس، ده انت يعني بتقعد تراجع وتطلع بقى الاكشن ايتمز بشكل واضح. خلاص الراجل هنا خلاص واضح قدامي، كوندكتيف اند اكستنسيف ليتريتشر ريفيو ان ثيرمو الكتريك ديفايس. على فكره الجهد ده انت عملته وما كتبتوش، انا برضه عندي مشكله. طب دي حاجه انت عملتها اكتبها. خلاص ان انت عملت بحث مطول يعني، خلاص انا هشوف الجمله دي هقول اه الراجل ده مقطع الدنيا كلها في المجال بتاع ثيرمو الكتريك ديفايس وعارف اللي اتعمل وما اتعملش. انتوا معايا يا جماعه ولا وقفتوا؟ طب التو سيكشنز باينين ولا انا بتكلم نفسي؟ طيب جميل. تاني حاجه، حاجات اتعلمها. انا بتكلم بالذات على الناس اللي هم فريش جرادز او كده يعني. التيكت سيميوليشن، بصوا هنا سيمي كوندكتور هنا التيكت سيميوليشن. لا انت قول لي انا عملت يا عمي، انا عملت بيرفورم تيكت سيميوليشن فور بالك كذا كذا كذا. بغض النظر عن الحاجات التكنيكال اللي بعد كده ممكن تمشي فاهمها، بس انا شايف الراجل ده جامد. وبعدين في افعال كده في المضارع، هو من ذات الشغل بتاعه حاليا بيريسيرش بقى نيو ايدياز عشان يقارن بقى مع الحاجات اللي موجوده حاليا وهكذا. و يعني هو الشخص لسه فريش فما عندوش برزنتيشن سكيلز كافيه، فممكن بيكتب وانا بريزنت الريسيرش بروجرس بتاعي دايما بشكل دوري للمجموعه بتاعتي وبخليهم اوير بالحاجات اللي بتحصل. تمام كده؟ نفس الحكايه هنا، جالاكسو سمعت مش عارف مين، لو تفتكروا كانت مكتوبه فاليديشن كذا 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 ونقطه كده فاليديشن كذا. انا طبعا لما قريت الجمله بفهم شويه في الحاجات دي، فانا برضه مش فاهم فاليديشن كذا مين دول يا عم؟ او انت عملت ايه بالظبط؟ يعني عايز اشوف هو الراجل عمل ايه بالظبط. خلاص اول سؤال بنساله حتى في الموضوع التطوع، انا تطوعت في رساله لمده عام، فانا اول سؤال بيجي في انت بقى تحديدا عملت ايه؟ احنا كنا في فريق وكنا بنعمل كذا كذا. طيب جميل جدا، انت بقى جوه الفريق كنت بتعمل ايه؟ الموضوع ده لازم يبقى واضح بشكل كويس جدا في اللي انت بتكتبه. خلاص حاول تركز على الكونتريبيوشن الشخصيه، عشان حتى ده كمان هيديك انت موتيفيشن شخصي لما تيجي تقرا الموضوع ده. ايه ده؟ اه انت ما فكرتش انا بعمل ايه بقى تحديدا بنفسي، ما فكرتش في الموضوع ده، تبدا تاخد فيدباك لنفسك. كويس. المهم ده جزء الاكسبيرينس، احنا دمجنا الجزئين دول في بعض في ناحيه واحده اسمها اكسبيرينس. تمام. البروجكت اكسبيرينس ما اعرفش بقى كانت موجوده هنا، كانت موجوده ازاي؟ كانت موجوده كورس بروجكت، بس يعني لقحناها شويه وصلطناها بشكل ان انا لو عملت سكاننج بعيني بس هقدر اعرف ان الراجل ده عمل بروجكت في تخصصات 1 2 3 4 5. هل واضح الفرق بين الكتابة بهذه الطريقة وهذه الطريقة؟ ولا في حد عنده لبس في الموضوع؟ احنا هنا بنركز على جزء الريدابيلتي. ألو؟ هل واضح يا جماعة؟ سؤال بسيط.
1 و 0، الزيرو اي 1 واي 0. لو حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه يكتب. هو ليه ما كتبش انه كان الاول برضه سين دي؟ لا السين دي موجوده اهي في الاول، سنتر فور نانو الكترونيك ديفايس، بس ما كتبناش الاختصار عشان الاختصار ملوش معنى هنا. تمام. طيب ننقل على جزء مثلا، خلينا جزء الليدر شيب مثلا. الليدر شيب ما كانش موجود تماما اعتقد، بس دي حاجه يعني فاليبل جدا ولازم تزودها، يعني ما ينفعش تسيبها ما تزودهاش، يا اما تسميها ليدر شيب يا اما اكستراكيوليكولر. التطوع هيفرق لو كان في مكان شخص؟ لا مش كده خالص. انا لما ببص على الشخص انت بتعتقد ان انا ببص عليك بعمل لك ايفالويشن تكنيكالي فقط. لا خليني اقول الجامعات والشركات المرموقه تحديدا بيبصوا الشخص ده ليه مردود على المجتمع اللي هو فيه، ولا هو ايه قفل كده ومركز حته واحده. الموضوع ده بالنسبه لي انا كامبلوير مهم في اكتر من حاجه. اول حاجه انت شخصيتك بعيدا عن الشغل عامله ازاي؟ يعني ان مهتم بنفسك بس ولا عندك اهتمام بالاخرين؟ الحاجه الثانيه عايز اشوف ليه في سكيلز، ما هو التكنيكال سكيلز عندك ممكن ما تعبرش عن احتكاك بالناس او كده، عايز اشوفك بتحتك بالناس والحاجات دي ولا لا. الحاجه الثالثه انا بشوف برضو نفس الحكايه، بشوف ايه السكيلز اللي انت بره منطقة العمل اللي انت مهتم تتعلمها، سواء الموضوع ده حاجه تطوعيه او سواء انا بتعلم كورسات بنفسي في الحاجات الفلانيه او كده. اي تطوع يا جماعه يتكتب، اي تطوع طالما بتستفيد منه خبرات ما فيش مشكله خالص، اكتب اي تطوع. تطوعت في حمله الانتخابات اللي فاتت اكتب، ما فيش مشكله، محدش خالص هيبص على المواحي السياسيه دي هو. تمام. بس برضه اكتبها بشكل يديني كده انديكيشن ايه ده، الناس دي عملت ايه او الشخص ده عمل ايه بالظبط. كويس. نيجي على الكمبيوتر سكيلز. الكمبيوتر سكيلز بالنسبه للاخوه اللي بيتعاملوا مع البرمجيات والحاجات دي لازم تكون كده متصنفه كده بشكل كده يخلي الشخص يقراه كده يبقى فعلا دماغه يعني حاسس كده بالجمال. اديني بلاتفورمز كده لوحديها، بالنسبه للبلاتفورمز دي هتبقى عند الجميع خلاص، لو ويندوز 7 يونكس مش عارف مين اكتبها كده بهذه الطريقه. ابلكيشنز اللي انت بتستخدمها برضو كده بهذه الطريقه، ملهاش علاقه انت مهندس او دكتور او اي يعني أو خدمه اجتماعيه او اداب او كده. اللانجوجز دي لما اشوف الكمبيوتر سكيلز طبعا بديهي ان اللانجوج دي انا معناها لغات برمجه، فلو مش معكش لغات برمجه ما تكتبش البند ده. الكاد ممكن يكون عند ناس كتير، يعني الناس اللي بيشتغلوا في الاحصاء مش لما لهاش علاقه مهندس ولا دكتور او كده. اي كاد يعني بروجرام بتستخدمه عشان يعمل لك سيموليشن او اي حاجه اكتبها. وفي حاجه عامه بقى اسمها تول ممكن بقى تصنف بيها فيها الحاجات اللي انت مش عارف توصلها. اللانجوجز ممكن تحطها وممكن ما تحطهاش على حسب انت بتقدم فين. What about skills that you kind of follow؟ لا يعني بلاش ال SPSSR يتحط طبعا. SPSS في ناس كتيرة بتبص عليه الشخص عنده خطة لو في اكسترا كريكولر كورسز برضه انت بتبص عليها هيزودها، مفيش مشكلة. الموضوع ده طبعا على حسب، على حسب انت يعني عندك مساحة ولا عندكش مساحة. البيرسونال انفورميشن اتحطت هنا لاسباب ان الشخص ده كان بيقدم على مصر، كانوا في مصر طالبين البيرسونال انفورميشن خصوصا للخريجين الجدد. تمام. وات اباوت سكيلز الحاجات بقى اللي انت ناسيها، يعني مثلا ايه خلينا اقول في اللغات مثلا، واحد كان بيتكلم اسباني وبعدين لبلب وبعدين بقى دلوقتي مش كل حاجه، خلاص هكتب اسباني افريج او كور اي حاجه يعني، بس مش هكتب فلوينت يعني على اساس ان انا ايه قبل الانترفيو بثلاث اربع ساعات هرجع الاسباني بتاعي واتوقع ان انا هتكلم فيه كويس. خلاص؟ لو انت عارف ان انت في وقت الانترفيو هتكون عندك المهاره دي خلاص، او وقت ما تستلم الوظيفه. خلاص؟ الكمبيوتر سكيلز نفس الحكايه، انا عندي سكيل، السكيل هنا معناها انا مهاره عندي. خلاص؟ مش معناها مهاره كانت عندي. خلاص؟ فيا اما انت عامل حسابك ان انت عندك استعداد تطور المهاره دي على ما يجي لك انترفيو فممكن تكتبها،
يا اما لا ما فيش داعي ان انت تحطها يعني. هل في حاجه ليها يعني حاجه ليها حد عايز يسال حاجه على موضوع السي دي؟ طيب خلينا نرجع بسرعه لموضوع الكونسيستنس. الكونسيستنسي هنا واضح في ايه بالظبط؟ اقول لكم واضح في ايه. خلينا ندي مثال بسيط عشان بعد كده الواحد ياخد باله من الحاجات الكبيره. اولا الكونسيستنسي ان انا البولتس اثرت ان هي كلها تبدا بافعال، مش واحد يبدا بفعل والتاني يبدا بس. الحاجه الثانيه انا اثرت ان كل البولتس اللي في الريزومي ما بتبقاش في اخرها نقطه، فمش هعمل بقى ايه واحده بنقطه واحده من دول، يا اما كلهم بنقط يا اما كلهم من غير نقط. لو بصيت على الريزومي المفروض ما الاقيش ولا بولت في اخره، اخر الجمله فيه نقطه. حد شايف فيه اي حاجه في اخرها نقطه؟ اللي شايف يكتب واحد. اللي شايف فيه حاجه يعني مخدعه يبقى واحد، اللي مش شايف يكتب صفر. طيب اتاكد بس ان الناس بتبص. طيب فيعني دي من الحاجات البسيطه عشان كده بقول ان ايه الكونسيستنسي بتاكد لي ان الشخص ده الشخص ده عنده مراقبه كويسه وراجع الحاجه بتاعته كويس. خلاص نيجي للحرف الثاني او اللي هو الايه الاورجنايزيشن. انا رتبت فعلا الحاجات اولا بالترتيب الزمني الاقرب ثم الاقدم، ورتبت المعلومات بالشكل اللي انا شايفه يعني حاسس ان هو الشخص هيبص عليه. خليني اديكم مثال، مش دايما الابلكيشن لازم يبقى اول حاجه، لان انا مثلا لو انا عايز اعمل هايرنج لواحد انا كل اللي عايز اشوفه الخبره بتاعته في المجال ده، ما يهمنيش اول الابلكيشن بتاعه كان خريج ايه بالظبط، يعني ممكن يكون خريج مجال عملي وبقى كاتب. خلاص فلو هو كاتب وجاي يقدم عندي في دورنر وشخص بيدعي ان هو عنده اكثر من خبره، انا هبقى عايز الاكسبيرينس قبل الانفيتيشن. الانفيتيشن ممكن تبقى اخر حاجه خالص بس بتؤكد لي ان الراجل ده معاه شهاده، بس ذاتس ات لا اكتر ولا اقل. بس خلينا يعني في الحاله العامه، الحاله العامه الانفيتيشن في الاول خصوصا للناس اللي هم جداد شويه، جداد شويه دي يعني بقى لهم مثلا 10 سنين في المجال. اكتر من كده بقى اكتب الاكسبيرينس في الاول لو عايز. فدي بالنسبه للاورجنايزيشن. وبعدين قلنا ايه اللي بعد كده؟ ريدبل. ريدبل دي معناه ان انا اقدر اوصل لاي معلومه بسرعه، اقدر ابص لقيت فعلا الزمن مكتوب هنا بشكل واضح، اقدر ابص على البوزيشنز موجوده بشكل ايتاليك كده ظريف وهكذا. لو في برنامج انا كنت كويس فيه وبعدين عشان مش بشتغل فيه نسيته اكتبه، لا ما تكتبوش. ما هو دلوقتي يا جماعه الموضوع مش سؤال وبنجاوب عليه، هو السؤال دلوقتي المكان اللي انا مقدم فيه البرنامج ده بالنسبه له مهم؟ خلاص لو مش مهم خلاص ما. انت لم مش هتفقد حاجه كانت عندك وفقدتها، ولو هو مهم ما انت كده كده خلاص لازم تتعلمه. فهو احنا لازم نحدد نجاوب على السؤال ده الاول وبعدين نقول بقى طب اكتبه بقى في السي في ولا لا. هل الموضوع ده واضح بس السؤال؟ علي كده الموضوع واضح؟ طيب جميل. يعني هو كده كده لو حاجه مهمه للمجال فانت ما عندكش اختيار غير انك تتعلم. موضوع ريدابل عديناه، اخر واحد اللي هو الباوربول، واضح ان كل البولتس بتاعتنا راجل اهو بوضوح قال ده انا في الوظيفه دي انستراكتد اندر جراديت ستودنت. يا سلام دي حاجه جميله جدا. ماشي الجمله دي معلم عليها عشان ايه؟ لازم نبدا بفعل، ما ينفعش اقول اكتفلي بارتيسيبيت. تمام فالجمله دي لازم تبدا بفعل برضه. بيرفورم بيرفورمد وهكذا. خلاص اي سؤال يا جماعه هنا؟ هل ادور على مثال ثاني ولا تحب مننا على الانترفيو على طول؟ ان كلاس بريزنتيشنز، ان كلاس بريزنتيشنز ممكن تتحط في البريزنتيشن كسكشن. بس هو السؤال هنا زي ما احنا قلنا، لو انا بكتب سي في هكتب كل حاجه. لو انا بكتب ريزومي وعايز احدها في صفحتين بالكثير عشان انا عندي كومبليكيشن فهبدا اكتب كده. نفس السؤال بتاع هند الاجابه نفس الاجابه. الموك برضو ممكن يتكتب، خلينا اقول في سكشن اسمه بروفيشنال ديفلوبمنت. على فكره في يعني محدش يقيد نفسه بالحاجات دي فقط. انت ممكن الليدر شيب ده بدل ما تكتبه او ممكن تزود سكشن تاني اسمه بروفيشنال ديفلوبمنت. بروفيشنال ديفلوبمنت انت بتوري للشخص الحاجات بقى اللي انت بتتعلمها عشان تقوي نفسك في الكارير بتاعك بشكل مستمر. ممكن تكون دي موك كورسز، ممكن تكون ان انت بتروح تحضر ميتنج مع
رواد اعمال مثلا، ممكن تكون عارف اعمال، ممكن تكون حاجات كتير. خلاص انا بعرف منها لما اشوف الجزء ده اقدر فعلا اقول الشخص ده حتى خارج نطاق العمل بتاعه بيطور نفسه في مهارة العمل. تمام، واضح القسم بتاع البروفيشنال ديفلوبمنت. طيب هل تحب نشوف نموذج تاني لريزومي، ولا تحبوا ننقل على الموضوع ده؟ هو فاضل تلت ساعة فقط. طب اللي عايز هنا الانترفيو يكتب واحد، اللي عايز يفضل في الريزومي يكتب صفر. حماد عايز يفضل في الريزومي. تراب منار. طب انا هعمل لكم ايه دلوقتي؟ طب في ناس عايزه تاني على انترفيو، ناس عايزة. طيب اللي عايزنا نفضل في الريزوم، ايه الاسئله اللي عندي، او ايه الحاجه اللي مش واضحه بحيث ممكن نستثمر 10 دقائق اليوم نجاوب عليها؟ طيب لو وريت نموذج تاني مش هيفرق كتير عندها يعني. تأكيد معلومه. طيب خليني انا ارجع اشيل الشيرنج. مش مقصود. طيب شير واي بورد، شير ماي ايفنت. هنا احنا رجعنا للويندو الرئيسية صح كده؟ Is it better to run presentations with application or to keep any presentations on project? والله دي يعني ترجع للشخص، يعني مفيش طريقة معينة أصح من الثانية. أنا أهم حاجة الحاجة تبقى presented بشكل يعني بشكل مقروء وبشكل كويس. عايز أشيل الشيرنج ده، مش عارف أعمل إيه. ستوب شيرنج ده، واضح. طيب أنا كده رجعت للويندو الرئيسية، وخليني أشوف مين اللي عايز يظهر في الويندو. طيب خلاص احنا ممكن نوري نموذج تاني من الريزومي عشان برضو الموضوع يبقى. هو يعني عموما يا جماعه الورك شوب كان الغرض الرئيسي بتاعه ال الريزومي. فلو عايزين نفضل فيها خلاص احنا ما فكرناش حاجه يعني، ما كانش الانترفيو كده يعني، كان بلان عشان بس نزود حاجه بما ان المواضيع كلها مترابطه. فرصة وانت بتكتب الريزم وتركز عليها تفكر في الانترفيو، وبرضه وانت بتعمل انترفيو بتفكر في الريزم. طيب انا هسأل السؤال تاني، عايز ننقل على انترفيو يكتب واحد، عايز ننظر في الريزم يكتب صفر. يعني شايف صفر واحد. طب يا جماعة اللي ما كتبش، طيب انا هنعمل ايه دلوقتي؟ مش هيكتب بقى يتفرج يعني؟ انا عندي 20 اتنديز ومش شايف 10 حاجة. لا ما يعني واحد وصفر، واحد ننقل، صفر نفضل قاعدين في الريزم. طب الناس اللي ما ردتش هم مش سامعيني طيب ولا ايه اللي حصل؟ اسراء كتبت كام صفر اهو بصراحة. طيب. طب انا هقول لكم على حاجه ظريفه، احنا هقول لكم على التيبس بتاعت الانترفيو وننقل على الريزومي تاني، وكده الدكتوره منال اللي هتدي علينا عشان احنا قدامها تحضر الانترفيو بس مش هيبقى فيها. او لو انتوا عايزين نمد الموضوع ربع ساعه نعمل فيه الانترفيو، ما فيش مانع بصراحه، بس اعتمد على الدكتوره منال.
ممكن ناخد دكتورة منال، ممكن تتكلمي تقولي لنا رأيك في المعضلة؟ دكتورة منال؟ اعملي ان ميوت طيب وقولي لنا رأيك. طيب طيب خلاص، انا اقول بسرعة التيبس بتاعتي اللي انت بتديها. دكتورة منال سامعاني؟ أي فندم سامعاني؟ أيوة أي كنا بسألك رأيك أنا سامع حضرتك كده، حضرتك سامعني يا دكتور؟ أي فندم سامعاني، رأيك إيه بالظبط؟ والله زي ما هم بيحبوا، طيب خلاص، يعني أنت يعني رأي الأغلبية، أنا مش قادرة. طيب خلاص خلاص، خلينا نكمل ونشوف إن شاء الله لو في وقت تمام؟ طب ريجي، ما أنا ما عنديش مشكلة، انا بس يعني مش انا مش واصله للشات، مش عارفه ليه. في كام زرار كده تحت، واحد فيهم على شات حد بيتكلم، فلو دوست عليه الشات هيبقى. طيب في جزء الانترفيو يا جماعه، انا بس عايز اقول شويه حاجات بسيطه. نرجع للاخ الليزر بوينتر، مش عارف ليه الليزر بوينتر كده باين صح. نفس الحاجات يا جماعه لو سمحتوا طبقوها على الفيسبوك. خلاص، الستيب الأولانية يعني معتمدة على الموتيفيشن والبيربس. لازم تقدر تنقل للشخص إن أنت عندك برايورتيز، والبرايورتيز دي متوازنة مع بعض. ما تحاولش في الانترفيو إن أنت إيه تبان للراجل ده الشغل ده هو كل حياتي وكده، لا. يعني لو بينت له إن أنت عندك بالانس ما بين التزاماتك العائلية ومن شغلك وما بين الحقوق المجتمعية، دي في حد ذاتها حاجة كويسة. تمام؟ حاول تفهم قبل الانترفيو الحاجه اللي الجوب محتاجاها، وحاول تبين للشخص ان انت مطلعات على ريكويرمنت وفاهمها كويس قوي. يعني مثلا لو في سفر او في حاجات من دي، الحاجات دي لازم تبقى محطوطه في الاعتبار. خلاص، في الورك اتيتيود اند انيشيتيف، حاول تبين ان انت رواكتيف وسيلف ستارتر، مش محتاج حد يعمل لك جايدنج. محاول ان انت اثناء المقابله انت دايما تتقبل اي نقد بناء، لان مفيش حد يبليها في المقابله هيقول لك نقد غيره هو بناء. وحاول ان انت برضو تتقبله بصدر كويس. حاول تبين ان انت شخص يعني معتمد عليه، وحاول تبين ان انت مرن شويه. يعني المرونه دي يعني على حسب الخريجين الجدد عاده، هو متخيل ان هو مثلا كان شغال بديزاين حاجه معينه فيروح يشتغل ديزاين فقط، مش واخد باله انه لا الشركات مثلا لا ده انت جزء الدوكيومنتيشن ده مهم بالنسبه لهم وهكذا، فيبقى واخد فعلا جزء كبير من الوقت. لازم يبقى عندك استعداد مرونه ان انت تؤدي الوظيفه كما هي مطلوبه. خلاص، دي من الحاجات اللي برضه الناس بيبصوا عليها ساعات في الانترفيو، بيكونوا صريحين معاك يعني مش هيفاجئك ساعه الشغل ويقول لك اعملها. في الانترفيو شخصيا يعني شخصيا بس يعني الناس عاده بيحاولوا احيانا يزنقوك، مش عشان انت تجاوب غلط، هو بيزنقك عشان حاجتين. عايز يشوف طريقه تفكيرك عشان توصل لاجابه السؤال. هل انت عارفين في ناس كده بيدخل في الانترفيو بيبقى حافظ، يعني حافظ دي يعني ايه؟ يعني هو عنده جدول اسئله وقابله جدول اجابات، فهو بياخد السؤال منك يقعد كده يسرح شويه يدور بمخه كده هو السؤال ده كان فين في الجدول والاجابه اللي هو فيه ويجاوبها. الموضوع ده خطر جدا، عشان كده بقول حتى حاول تبقى تلقائي شويه وعندك روح مزاح كده. طيب مش انت بس يا مروه، يعني ناس كتير ما تقلقيش، يعني احنا بس كل الحاجات دي اللي احنا بنقولها دي مبنيه على اخطاء سابقه، يعني فمحدش يزعل ان هو عمل حاجه غلط، بالعكس هو كده اتعلم وفهم الموضوع اكتر. فالسبب الثاني ان انا بحاول ازنقك عشان اشوف اذا هتهد فيا بقى وتتنرفز عشان يا عيني ما عرفتش تجاوب ولا ايه بالظبط. يعني رحت انا سالتك سؤال مثلا، قلت لك يعني احكي لي مره موقف صعب اتعرضت ليه مع مديرك السابق، فانت بقى يعني ايه ده، لا مش هجاوب على السؤال ده اصل مش عارف مين ودي حاجات مش عارف، لا خالص جاوب بكل بساطة وكل تلقائية.
ايوه بالظبط كده. بس ده مش معناه ان ايه ان احنا ما بنجهزش الجواب، لا جهز الجواب لكن استعد ان انت ايه مش وسوف اجيب عليك مش وتقعد بقى ايه تدور على الاجابه كانت ايه كانت مكتوبه، انت كنت كاتبها يا عيني في نوت بشكل معين ومصر ان انت الجواب بنفس الطريقه تمام. برضه حاول ان انت دايما تقيم نفسك بشكل موضوعي اثناء اللي انت بيه. يعني لو انا قلت لك احنا جزء من الوظيفه على فكره كنا محتاجين حد يكون بيعرف يعمل كذا، هل انت بتعرف عندك المقدره ان انت تعملها؟ انا اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه لو انا بانترفيو حد الشفافيه. يعني انت لو قلت لي لا ما بعرفش بس على فكره عندي استعداد اتعلم والحمد لله بتعلم بسرعه، حتى كمان كان في كذا وضربتني مثال، انا مبسوط جدا بالاجابه دي يعني بنفس مقابل الشخص اللي عنده خبره. انما لو ايه بقى ايه يعني هي طبق الفته بقى ايه كنت ضارب طبق فته كويس تقيل قبل الانترفيو ومصر انت عارف كل حاجه، احب اقول لك يعني باي باي تمام. فانا برضو احنا عايزين نشوف الشخص بيقيم نفسه صح ولا ايه اي حاجه انا بتاع كله تمام. طيب واضح الجزئيه الخضراء دي واضحه؟ واضحه من ساعه موضوع السبوره انا مش راضي. طيب جميل واضح يا جماعه لحد دلوقتي. انقل على الموف. الموف ده بقى هيبان من كذا حاجه، هيبان من الباور فيرب اللي انت مستخدمه في الجزء الثاني. يعني من الحاجات الكويسه جدا لو انت الوظيفه بتاعتك بتطلب كولابوريشن مع حد اكتب كولابوريتد في المجال الفلاني مع ناس من تخصصات كذا وكذا وكذا، دي حاجه حلوه جدا ان انت تكتبها كاتشيف خلاص. بتبان من الليدر شيب والاكسكيوتنج اكتيفيتي ان انت راجل عندك مهارات كتير، لو انت عملت برزنتيشن برضه بتكتب خلاص. الحاجه الثانيه بقى اثناء الانترفيو حاول ان انت دايما ايه مش اسالك مثلا ايه كيف نصنع الكورس، والله بنجيب الدقيق وبنروح من وتقعد بقى تتكلم بالاسلوب بقى ايه اللي هو ايه يا عم انا مش عايز اجاوب عليك انا جاي كده تحصيل، لا خالص تجاوب كده اه ده عيش ده انا يعني بروح ده انا اجيب الدقيق والراجل الفلاني وهكذا تمام. ودايما نبدا بالمنطق الاصفار كده. انا ما اعرفش صوتي مسموع ولا الناس تاهت مني، بس يعني اللي تاه يكتب واحد بقى كل دول تايهين. طيب طيب الصوت بيقطع شوية ولا كده تمام؟ تمام عندي بيقطع يعني اسبانيا كده معقولة النت فيها غلط؟ طيب جميل جدا. حاول تبين من الريزومي بتاعتك ومن اجاباتك ان انت بتتعامل مع ناس من اشكال مختلفة، وزي ما قلت قبل كده حاول تسال اسئله، حاول تسال اسئله كتير. على فكره يا جماعه يعني انا عايز اقول لكم بجد يعني اللي عايز يكتب ريزومي وسي في كويس قوي لازم يعرف يبص على الانترفيو تيبس كويس قوي، يحاول يرفلكت اكبر قدر منها على الريزومي بتاعه تمام. النقطه دي على فكره مهمه جدا ويا ريت تبقى واضحه جدا. هل واضح لو انت بصيت على السلايد دي على الانترفيو تيبس هل حاسس فعلا ان في علاقه بينها وبين اللي انت كتبته او بين اللي انت ناوي تكتبه واسلوبك في الكتابه في الريزومي بتاعتك، ولا حاسس ان في ديسكونكت؟ احنا كده نقفل السيشن على كده بقى، مفيش حد بيتابع خالص. تسعة مرة 10. طب يا جماعة أنا صوتي بيقطع، طيب السؤال مش واضح خالص. حاسس ان في علاقه ما بينهم، انا محتاج اغير السي في خالص ما كنتش هركز قوي. تاني السؤال يا دكتور، السؤال حد انا كنت الاقتراح بتاعي ضروري جدا ان انت يبقى عندك ربط ما بين الانترفيو تيبس دي وما بين كتابه الريزم، عشان كده احنا حاطينه على فكره في ورك شوب واحده بس ركزنا على الريزم. بس هل واضح السكيلز دي والموتيفيشن انك انت ازاي كمان تقدر توصلها بالكتابه بتاعتك، ولا الموضوع ده مش واضح؟ واضح. طيب يعني اللي انا الملخص اللي انا عايز اقوله
ان انت لو قريت انترفيو تكس وحاولت تطبقها هتقدر ترجع للريزومي بتاعتك وتقدر فعلا توضحها بشكل قوي جدا. وكل ما تعمل اللوب دي كل ما هتلاقي الريزومي بتاعتك ابتدت توضح، وابتديت انت حتى تبقى يعني فخور بالحاجات اللي انت عملتها، حتى لو هي حاجات صغيره بس انت كتبتها بشكل كويس، انت حسيت، انت تلقائيا حسيت بيها. الموضوع ده كده واضح ولا عيد السؤال؟ واضح، ماشي، جميل. طيب يا ريت يعني قصدي تاخدوا الانترفيو تكس دي اكنها جزء من الريزومي بتاعتكم، خلاص. طيب خلينا نعمل اكسرسايز بسيط جدا عشان بس نشوف كده الانترفيو تكس وصلت ولا لا. وفي حاجات كده لسه ما قلتهاش. لو خلينا نمسك حاجه، نمسك حاجه حاجه. لو انا عايز اعرف الشخص اللي في الانترفيو ده واثق من نفسه ولا لا، لو عايز افهم واثق من نفسه الشخص المفروض يعمل ايه؟ ايه الحاجات الاتيتيودز اللي المفروض يعملها عشان اعرف ان الشخص ده واثق من نفسه؟ وكل واحد بقى ورقه وقلم ويكتب الحاجات اللي بتخش. تكلم بثقة، ماشي. Don't play with your hand or pen or anything. جميل. النظر للأمام وليس للأرض، ماشي. الهدوء، بس يعني إيه ما يعني ما مش هدوء لدرجة إن أنت تتكلم. Shake hands firmly، ماشي. يسأل أسئلة، أوكي. إيه تاني؟ Eye contact، أيوه أنا كنت مستني حاجة كده. ثابت في إجابته مش متعصب ومبتسم. جميل. الابتسام جميل جدا. اي موفمنت، اجابته واضحه وحاده. توورد رايت تو ليفت، مين هو ده؟ طيب ماشي. حد عنده اجابات تانية؟ طيب احنا تقريبا قلنا معظم الحاجات اللي هو طريقه الكلام ما تكونش رتيبه، وتكون واثق في نفسك، بتقولها بشكل حازم شويه بس في نفس الوقت مبتسم ومتقبل للنقد. دي حاجه مهمه. انت بتسال اسئله فده دليل ان انت قريب واثق ان انت مقدم على الحاجه الصح. ان انت اجابتك واضحه اللي هو دي الستار، انا يا جماعه كانت السيتويشن كذا والتاسك بتاعتي كذا وعايز ديليفر كذا. الاي كونتاكت ده بقى من اهم الحاجات. يعني انا لو انا بسال واحد وبعدين لقيته باصص يمين او شمال او فوق، يعني ده الراجل ده اكيد يا اما خايف يا اما انا مش عاجبه، تمام. طيب فلازم يبقى في اي كونتاكت، ويعني ايه بس يعني ما حدش قال نبرق، بس يبقى لازم يبقى في فعلا اي كونتاكت، تمام. طيب لو انا عايز يعني اقدر اقول الشخص ده اللي كاتبه في الريزومي حقيقي ولا كاتب اي كلام، المفروض انا هعمل ايه كانترفيور والمفروض الشخص هيرد ازاي؟ طب خليني اسال سؤال. لو انت اكتشفت ان انت كاتب حاجه في الريزومي بتاعتك وبعدين الشخص سالك فيها بس انت مش عارف ترد، هتقول ايه؟ ماشي، ده لو انت انترفيو هتبص على الموضوع. طيب اللي بيجاوب بقى يعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي كاتب حاجه في الريزومي بتاعتك ونسيتها بالغلط وسبتها، خلاص، والراجل سألك عليها، ايه ده حلو قوي، ده انت ايه انت طلعت بتعرف كذا، ده شيء هايل ومش عارف مين، هتقول له ايه؟ الاجابه الصراحه دي معناها ايه؟ يعني هتقول له ايه؟ انا كاتبها بالغلط ولا هتقول له لا ده انا ما اعرفهاش على فكره، ولا هتقول له ايه بالظبط؟ أقول له إنها كانت جزء من مشروع كبير ودخلوا في موضوع تاني. طيب أنت لو عملت معاه كده يعني هتبقى أنت زي الفل. طيب يا جماعة الإجابة النموذجية إن الواحد يقول على فكرة دي اتحطت يعني أنا في الريزومي يعني ما رجعتهاش قوي وما أعتقدش دي هتأثر على البوزيشن بتاعي ودي كده محطوطة مثلا سهوة. خلاص ما يعني بص كل ما انت قللت اللف والدوران كل ما هتوصل بسرعه.
تمام. طيب فيعني عادي ما فيهاش حاجة يعني، هتقول له عادي يعني دي قهوة محطوطة في الريزومي، بس يعني خلينا نركز في الجزء ده لأن أنا بعرف يعني. طيب طبعا عن نفسي بقى المثال ده يعني هتقول له بقى، طب مش هقرا الإجابات اللي على الشات لأن ما شاء الله يعني يعني في أطباق فتة كتيرة بتتوزع بعد الورك شوب. بس ماشي، بس هي على أي حال الصراحة والتلقائية كويسة، وعلى فكرة جزء من الصراحة هو جزء أساسا ثقة في النفس، إن أنت أنا حطيت دي بالحق وما حطيتش إن دي فيها حاجة يعني. طيب طيب لو أنا سألتك سؤال تقني وأنت حاسس إن أنت عارف الإجابة بس أنت عارف تجاوب دلوقتي، هتعمل إيه؟ السؤال ده على فكرة ممكن يتكرر لما تعمل برزنتيشن، بس هتعمل ايه برضه؟ أنا سألتك سؤال فني وأنت حاسس إن أنت فاكر عارف الجواب بس أنت مش في دماغك دلوقتي أو ناسيها، هتعمل ايه؟ طيب عشان ما أطولش عليكم، اللي هيحصل إن أنت برضه بشكل دبلوماسي وفي ثقة تقول له يعني الجزء ده يعني مش انا، يا اما تقول انا مش متعمق فيه كويس بس انا في حاجات تانية احسن، يا اما تقول انا ممكن ادور لك على الاجابه لو هو سؤال مش محتاج تفكير بس ليه اجابه محدده وابعتها لك بعد كذا وكده تمام، والاجابه مش حاضره في دماغي حاليا، وحاول تموف اون يعني. عشان كده احنا بنقول الميرفيز لو، ان هو حاول تتوقع كده المواقف اللي انت ممكن تقع فيها وتاكد ان انت هتقع فيها خلاص. وعلى فكرة عشان بس يعني الثقة في النفس تزيد، الموضوع ده يا جماعة والله فارق الشخص ده خريج ايه ولا كده، الموضوع ده على كل الناس، وعلى فكرة القابلية للفتح موجودة عند كل الناس برضه بس الدرجات متفاوتة طبعا، بس كل ما تقللها كل ما هيكون أفضل، وكل ما حسيت ان انت انترست تعرف اجابات الحاجات اللي انت ما عرفتش تجاوبها ده هيبين ان انت شخص بتحب تتعلم تمام؟ لا مش انجز في الانترفيو يعني، حاول تكون كده علاقه كويسه مع الانترفيور وحاول توري له الفاليوز الحقيقيه اللي عندك كشخص يعني، ركز على الجزء ده زي ما هتركز على اجابه الحاجات التكنيكال بشكل قوي تمام. اعتقد احنا كده يعني اللي كتبه فيكم ممكن يملي السلايد بعد كده. دي حاجه بسيطه وهرجع تاني للفيديو بسرعه في 10 دقائق اخرى. في انترفيوز كتير بتتعمل بشكل ريموت تمام، بس يعني انا هقول لكم الحاجات اللي هنا دي فعلا بسيطه جدا، لكن يعني في ناس للاسف يعني بتستهتر بيها وبعدين ايه ما بيجاوبش. مثلا ايه هنعمل بالتليفون، يروح مثلا رايح في وسط شارع فيصل ويعمل مكالمه التليفون هنا، طبعا لا انت هتسمع الراجل ولا الراجل هيسمعك ومش هيبقى اساسا ان انت كنت مهتم بالانترفيو. فيعني ايه اول حاجه كده يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم دونت ديسترب من الاخر كده خلاص، حاول تروح في حته هاديه، لو قررت يا سيدي ما لقيتش حد في حته هاديه ورايح مثلا قهوه او كافيه، يا جماعه انا هعمل قبل الصوره فيها انا هعمل انترفيو هنا الساعه كذا، ما حدش يعمل دوشه خلاص. يعني على اي حال خلي بالكم من النقطه دي، والحاجات دي طبعا بتتحضر من قبلها، مش بتيجي ساعه الانترفيو قبلها نص ساعه ايه يلا وقت الانترفيو ها هنتكلم فين، لا خلاص. لو مطلوب ويب كام لازم تعمل بروفا او تحاول تلبس اللبس الحقيقي اللي انت هتعمله اثناء الانترفيو خلاص، يعني الموضوع مش فقط ان انت عايز تلبس عارف الهدوم، لا عشان انت برضه نفسيا تكون مستعد تمام. مفيش حاجه اسمها اتصال مفاجئ، ما حدش يعني الكمبيوتر لو الريكروتر اتصل بيك في وقت مفاجئ خلاص انت هتجاوبه في الحته اللي انت فيها، يا اما تقول له معلش انا المكان اللي حواليا دلوقتي زحمه اديني الرقم بتاعك وانا هتصل بيك او اتصل بيا الساعه الفلانيه مفيش حاجه يعني. تقول له تتاجل عادي يعني مش مشكله. مفيش مشكله خالص، تقول له انا ساعه تاجلها انا دلوقتي يعني مش معقول يعني حد اتصل بيك مثلا وانت مثلا بتقضي حاجه معينه ومستعجل عليها مثلا في مستشفى بتاع، هترد على الراجل تقول له ايوه حبيبي يا ان ايوه انا كذا؟ لا طبعا، فما فيهاش حاجه خالص ان انت تعتذر، لا ما حدش هيزعل، ما
لو انت عندك زوم محدش من حقه يزعل، ولو زعل يا سيدي خلاص ما هو مش بروفيشنال، فانت اساسا مش عايز تشتغل في حته مش بروفيشنال، الا لو انت فعلا محتاج الوظيفه دي دلوقتي تحديدا، فخلاص استحمل بقى. I didn't they never call me back. ما انا ما اعرفش انت رديت عليهم ازاي يا محمد، ما انت لو رديتهم زي الشات كده ما هو مش هيفهم، مش هيكلمك تاني يعني. طيب فاتكلمنا على اللبس، يا ريت طبعا لو على الانترنت الله يكرمكم اتاكد ان النتورك كونكشن كويسه، يعني حتى وانت بتحضر وبينار او كده وحاجه مهمه بالنسبه لك، لو مهمه قوي يعني مثلا سايبر مثلا او اي حاجه فيها انترنت كويسه محضر من هناك يعني. دي حاجه بسيطه للناس اللي هم بيعملوا انترفيو بعد كده. احنا كان المفروض نعمل موك انترفيو مع دكتوره منال، كنت عايزكم بس تاخدوا لمحه سريعه عن البوزيشن، هو في جامعه كاليفورنيا مثلا، البوزيشن هو بوست جراديوت اكستنشن. برضه دي حاجه كويسه ان انت تقدر يبقى عندك القدره تقرا الريسيرش بوزيشن او قصدي الجوب بوزيشن بشكل سريع، لان انت غالبا هتدور على كذا حاجه مش هيبقى عندك وقت تقرا فيها. ده 2 year research position عشان تأبلاي محتاج 1 2 3 وهكذا يعني، ممكن يكون مطلوب كذا لتر يعني. وكنت هبعت لكم يعني انا عامل كده قصيده طويله بالاسئله خاصه البيهيفير اللي انا بسالها الناس احيانا في الانترفيو، والجزء التكنيكال بما انه هيختلف من شخص لاخر، فانا انصح عامه ان انتم تدخلوا على موقع زي جلاس دور، او لو دوست في جوجل لو كتبت في جوجل مثلا interview questions for lawyers مثلا in the US او in UK او in Egypt 100% هتلاقي بلوجز وحاجات كتيره تجيب لك الاسئله التكنيكال اللي انت عايزها. انا اكشلي في الاسئله التكنيكال بتاعتي انا عملت كده، عايز اسال الراجل الشخص اسئله جزء منها هيكون نابع مني ساعات، بس انا عايز اسئله تريكي شويه اعرف منها حاجات معينه. انا كشخص بيعمل انترفيو انا برضه عايز اعمل الهوم ورك بتاعي كويس، فساعات ببص يعني على الاسئله دي وساعات ببص عليها عشان ما اسالهاش، يعني عشان لو راجل باصص على جلاس دور لا ما يعني ما تجيش حافظ لي اسئله جلاس دور وتيجي تتوقع ان انا اسالها لك يعني. وهكذا يعني، عارفين بقى الشر لما تبقى انترفيور بيبقى فيه ناحيه شرانيه شويه. طيب خليني احاول ارجع دلوقتي لنموذج اكتر من كده. طيب دلوقتي انا في كذا واحد سالتهم بالاسم اذا كان عندهم مانع ولا لا، عايز اعرف مين الموجود منهم، لو ما عندهمش مانع نعرض الحاجات قبل وبعد نعرض. اعطوني بس ثانيه واحده. محمد حجاج، احمد عبد الحميد، مروه احمد، محمد مبروك، مهني سيدي، حد في الاسماء دي موجود وعنده استعداد نعرض قبل وبعد؟ اصل المشكله لما هعمل شير للفايل وانا مخبي الاسم فعلا، بس ايه الفايل من فوق مكتوب اسم الشخص، فانا فعلا في ورطه. المهم يا دكتور بتاعتي خلاص يا جماعه، لقينا نموذج اخر وفرصه ان هو مش هيتمسك خلاص. انا مروه انت اللي ايه تطوعتي مشكورة. خلينا اشوف بقى النموذج بتاعتك مفتوحة فين. معلش يا جماعه ادوني كنيهة افتح الملف. بصوا يا جماعه انا شاطر على الاسم مفيش حد يعرف هو مين، بس يعني اعتبر نفسكم مش عارفين اكشن الموضوع مش فارق يعني.
أنا شخصيا مش شايف ليه معايا. طيب بسم الله، ضيعتوا كده الانترفيو، خلي بالكم في المختار. شيل الديسكتوب. طب يا ريت اللي باين عنده الملفين يكتب واحد، واللي مش باين يكتب صفر. طب يعني استنوا بس نص دقيقة، الناس يكتبوا صفر وبعدين يكتبوا. طب الاثنين الاثنين كلهم واضحين ولا في واحد واضح والتاني لا؟ طيب كده اللي كان كاتب صفر كده واضح عنده عندكم. جهاد وأمنية وإسراء واضح عندكم تمام. نخاهيل، إيه نخاهيل يا معلم؟ يعني تكتب يا أخي واحد ولا صفر؟ طيب جهاد واضح ان عندها مشكلة، يا خليل يعني زوم ان. طيب بقول في لغة فرعونية في الموضوع. طيب طيب جهاد ظهر ولا لسه برضه ما ظهرش؟ طيب عموما خلينا تمام، ظهر ظهر الحمد لله. طيب اللي على الشمال اب واللي على اليمين بعد. خلينا نبص على الاديوكيشن برضه عشان الدنيا تظهر اكتر. اولا طبعا الاديوكيشن هنا سبتمبر كذا، ايه ماستر سون كذا كذا، والكسندر يونيفرستي طبعا يعني مدفونه في النص، لان الكسندر يونيفرستي جامعه مشهوره جدا. لو قلت لاي حد في المجال العلمي بتاعي اسكندريه بس هيطير من الفرحه. تمام، فالتعديل كان على كان كالآتي. أولا في حاجتين يعني فاليبل جدا في النقطة دي، الكورسات، لأن في ناس كتيرة بتنسى بالذات الكورسات اللي هي ما بعد البكالوريوس. دي حاجة مهمة إن أنت تكتبها، خصوصا لو ليها علاقة بالبحث اللي أنت مقدم له أو للبوزيشن يعني ده. فاللي حصل بالظبط إن إحنا عملنا اسكندرية يونيفرستي الكسندريا ايجيبت من كذا لكذا، ودي مثلا الماتيريال ساينس. طبعا لو في اكسبكتد ديت ان انت شخص يخلص بينجز بقى ويكتب التاريخ ويكتب بين قوسين ان هو اكسبكت. واضحه نقطه الاكسبكتد دي، لان انا شخصيا بصراحه لو حد بيقدم على تدريب او على دراسه بره، بالنسبه لي بيبقى افضل ان هو يكتب الاكسبكتد ديت. فهل الموضوع ده واضح؟ الناس مش بترد، الخط قطع عندي. طيب طب يا جماعه يعني اديني كده، هات وخد يعني، دي ورشه يعني مش محاضره. طيب جميل جدا. الاديوكيشن هنا هو الحاجات اللي نازله بس هي اللي اتعدلت. الحاجات دي حاجه زي كده هتتعدل بنفس طريقه الاديوكيشن. الخط يكبر شويه، ما انا خايف لو كبرت الخط ما يبانش على حاجه. طيب احاول اوسع الملف ده. هل الملف كده باين عند الناس كلها كبير وكويس واضح؟ ليه بس مش باين؟ ليه اجيبها يمين سنه؟ طيب كده باين. طيب خلاص. انا كان عندي تعليق بس على الجي بي ايه، ان انا مش حاسس ان هو محسوب صح يعني ودي على فكره يعني خطا شائع الناس كتير بتقع فيه. امتياز مع مكتبه الشرف دي مستحيل تكون 3.6، يا اما 4 يا اما 3.9 حاجات كده. ففي حاجه برضو مهمه، ان حتى لو في مصر مطبقين نظام الكريدت اورز وعندهم اي بي يو سي، ده مش معناه ان دي نفس الاي بي يو سي بتاعت امريكا. فارجو ان الناس برضو تتاكد من مقابلة الدرجات ببعضها. خلاص الأفضل إنه يكتب، ممكن يكتب النسبة المئوية، وممكن يكتب اكسلنت اونر، ويكتب الترتيب على الدفعة، يكتب حاجات كتير يعني تبين إن اكسلنت اونر دي معناها امتياز مع مكتبة الشرف. امتياز مع مكتبة الشرف دي يا جماعة يعني المفروض الشخص يقدر يتقبل في أي جامعة. بس أنت لما تكتب لي 3.6 النظام المصري ممكن تكون المقابله 3.9. خلاص
فلازم نتأكد إن مثلا يعني في حاجات معينة لازم نتأكد منها. أول حاجة، هل الدكاترة في كل الكورسز كانوا بيعملوا كيرف؟ يعني كل كورس أخدناه امتياز مع طب الشرط دي غالبا معناها إن الشخص جاب امتياز في كل المواد، تمام؟ هو ماشي، ما هو 8 87% بوينت 7 دي امتياز مع معرفة الشرف، ودي لو حولتها بالنظام اللي هو المقابل للنظام دي انا متاكد ان هي هتبقى اكتر من 3.8. انا بس بحاول الفت النظر ان هو دي، خلي بالكم خلاص. طيب انا كمان بحاول اركز على النقطه دي لان هي فرقت معايا شخصيا، في حين ان في ناس جايبين درجات اعلى مني وفي الدنيا التقدير بشكل انا ما اعرفش هم جابوه منين بالظبط، فما ما يجوش يروحوا جامعه، يعني كان المفروض يروحوا جامعه مستوى تاني. وانا شخصيا شفت الطلبه اللي في مستوى الجامعه دي، لا هم اعلى من كده بكتير وما راحوش بسبب حاجه زي كده. فقصدي حاولوا اللي هيقدم على وظائف او حاجات كده، حاول ان انت يعني تعرف الترمينولوجي دي، هل في مصر فعلا المقابل ليها بره الفجوه ولا دي حاجه تانيه. بس انا قلت الفت النظر، وده هو موقع كل واحد فيه. لما هنيجي في الريسيرش اكسبيرينس جون مش عارف ايه الناو سنسور كذا كذا، مفيش حاجه تدل يعني فيها توضيح شويه على ايه اللي حصل. هي بولت واحده كانت مكتوبه ورك اند ديفلوبمنت كذا. لا انت قعدت تقريبا سنه في اللاب ده، انت عملت حاجات كتير. وعلى فكره حتى لو من ضمن الحاجات دي انت في ريسيرش بوزيشن معين، انت مش شرط تكون اشتغلت في ريسيرش فقط، انت ممكن تكون قابلت مشكله وكنت بتساعد في قياده المعمل. هتقول مثلا اورينتد مثلا جراديت فريش جراديت ستودنت تو جوين ذا لاب، الحاجات دي على فكره ده اتشيفمنت كبير، وبيدل على ان الشخص بيساعد وبيشوف تحديات ثانيه خارج الريسيرش وبيعملها. فالموضوع ده مهم برضو لان في ناس كتير بتنساه. انا كاتب هنا ان مثلا انا لما يعني قابلت مثلا صاحب الريزم عرفت ان هو كتب حاجات معينه، ساعد في حاجات معينه، فاتفضل اكتب جوز كذا كذا كذا، اسيست كذا كذا كذا، ما تدخلش على الريزم بتاعتك في الحاجات دي. كان التعليق الثاني ان احنا لازم نأد كمبيوتر سكيلز، ولازم يبقى في ليدر شيب واكسترا كريكولر اكتيفيتيز مكتوبه بشكل واضح. في حاجه في الريزم دي خدتوا بالكم، في مساحات كتيره فاضيه مش ممليه. دي برضو خلي بالكم من الستايل بتاع الكتابه، ان لازم الشخص يشيل كل المساحات اللي مش موجوده. لما تيجي تعمل ريفيو الريزومي، الموضوع زي ما هو لود عليك هو لود على الشخص اللي بتاعك، فما تتوقعش ان انت هتبعت سي في فور ريفيو مثلا على ايجيبت سكولر هيبعتوا لك الحاجه كامله متكامله. لا، هو ممكن يطلب منك يديك شويه ملاحظات، راجع الحاجات دي تعملها وترجعها له تاني وهكذا. فمحدش يزهق من الموضوع ده. احنا كده ادينا مثال تاني يمكن كنا بنركز فيه على موضوع المساحات وطريقه الكتابه، ارجو ان يكون واضح شويه. بالنسبه لشغل التدريس والكورسات اللي تكتب حاجه اسمها تيتشنج اكسبيرينس. ضروري جدا الناس اللي عندها خبرات تدريسيه يكتبوا تيتشنج اكسبيرينس، حتى لو كنت بتدرس ناس في ابتدائي وانت مقدم على اي حاجه ثانيه. اكتب تيتشنج اكسبيرينس، لان التيتشنج اكسبيرينس دي حاجه كويسه جدا وبتبين كوميونيكيشن سكيلز عند الشخص. انا للاسف ما عنديش تيتشنج اكسبيرينس، فما عنديش حاجات في اسمها كده. بس يا ريت اللي عنده الحاجات دي، ما ينفعش الوان، لا محدش يستخدم الوان في الريزم خالص، هو اسود وخلصنا على كده. محدش يستخدم خلفيات وبراويز، هي صفحه بيضاء ابيض. وما نقعدش نعمل اندرلاين كتير، يعني انا مش شايف في داعي ان احنا نعمل الحاجات دي الهيلز كده. ومحدش يعمل جداول، اوكي، يعني اعمل الجدول بس تجاوب، بس ما تحطش البوردر بتاعك. عادي تكتب اسماء الدكاتره لو بتتكلموا على سي في، اكتبها بس تستخدم الدكتور. انما لو ريزومي ما تكتبش خالص اي اسماء. طيب انا هشيل الشير سكرين ونرجع للويندو الرئيسيه.
بس عشان ما فيش وقت ان احنا نعمل انترفيو. احنا كده رجعنا للوندو الرئيسية، كله معانا كده، كله معانا. لا هو احنا قلنا الورك شوب ساعتين، فانا انا سالتكم يا جماعه عايزين نموذج الريزومي تانية ولا نعمل انترفيو، فانتوا طلبتوا وناس كتير طلبت. يعني انا هبعت لكم طيب على اي حاجه ممكن نعمل. طيب اقول لكم على حاجه ظريفه، وعشان موضوع الانترفيو فعلا ياخد اكتر من وقت، وانا كنت طالب متطوع ان هو يحاول يعمل انترفيو باللغه الانجليزيه وقوه باللغه العربيه، فما كانش فيه غير دكتوره منال واختارت اللغه العربيه. واعتقد ان احنا ممكن يعني نحضر للموضوع ده بشكل يعني اكتر، نجهز له اكتر، ان الشخص يعني دكتوره منال والشخص اللي يختار الانترفيو باللغه الانجليزيه اطلب منه وظيفه محدده اكن هيقدم عليها ويحضر ليها فعلا. بس عايزين اعتقد دكتوره منال موجوده باللغه العربيه، عايزين حد مطور لغه انجليزيه ونعمل ورك شوب تاني كده. فير دكتوره منال كده يعني، هل عندك انا مع حضرتك يا دكتور؟ اتس اوكي، مفيش مشكله، نعملها في وقت تاني بورك شوب كامله ونزود حاجات جزء نظري كويس اكتر من كده ونعملها عربي انجليزي، ما رايك؟ أنا ما عنديش مشكلة يا دكتور، إن شاء الله. طيب عليكم بقى يا جماعة وعلى سمر بقى وفريق دكتور الموارد، واتخانقوا معاهم عشان نشوف الورك شوب. أنا يعني موجود حاليا 10 دقائق لو حد عنده أي أسئلة بخصوص إحنا محمد الجمل أي أم إن في الانترفيو عربي ولا إنجليزي؟ والله هو لو في اتنين عربي واتنين إنجليزي يبقى كويس أوي، فإحنا ناخد كده اتنين ورك شوبس، قصدي ورك شوب واحد فيه اربعة انترفيو كل واحد في مجال. يعني يا حبذا لو حد في مجال علوم وحد هندسة وحد مثلا حقوق وحد تجارة، فنبقى جمعنا مجالات كتير شيء كويس. عموما اللي عنده استعداد اللي عنده استعداد يتطوع بالانترفيو يبعت لي على بوديو او يبعت لسمر انجلش. خلاص هنعمل حسابنا انجلش اهو في محمد، وعربي في عندنا متطوعه واحده. بالنسبه للناس اللي عندها ريزم وعايزه تتراجع يا جماعه يبعتها لسمر، او سمر هتقول ان هو يبعتها للصفحه الرئيسيه صفحه قنوات مصر، تبعتها برسالة. احمد فرحات انجلش. خلاص كده اثنين انجلش، عندنا واحد عربي وبعدين اثنين عربي، نبقى نعمل ورك شوب مثلا الشهر القادم. طيب ممكن ناخد العشر دقايق اللي جايه بسرعه كده اسئله واجوبه. طيب انا ممكن اسال يا دكتور؟ اتفضل يا فرح. اللي عايز يسال بالصوت يا جماعه يسال. هو انا للاسف مش عارفه ادخل للشات عشان اسال بالكتابه يعني، فمعلش استحملوني بقى. هو سؤالين معلش في الحقيقه. السؤال الاولاني انه المفروض ان السي في بتكتر مع سنوات الخبره، فايه الماكسيمم وايه الاهم يتحط مع، يعني مش معقول اللي بيكتب سي في عنده خبره 5 سنين زي اللي بيكتبها عنده 15 سنه. طيب ازاي انا ازود الحاجات من غير ما تبقى حاجه طويله قوي تخلي اللي بيقرا سي في يزهق، وفي نفس الوقت برضو اقدر اعمل سيل ماي سيلز، يعني اقدر يعني تقصدي انا نعم تقصدي تحديدا السي في ولا الريزومي؟ لا انا اقصد السي في، الريزومي اكيد هتكون اقل ما يمكن. طيب بوزيشن زي اللي قدامنا ده محتاج سي في خلاص، مش محتاج ريزومي. تماما. هما حتى في الريكوايرمنت الثاني كاتبين كارنت ريزومي اور ديتا، دي اللي هي السيره الذاتيه الطويله. يفضل ان هي تبقى سي في، لان غالبا هتبقي محتاجه ان انت تبيني خبرات وظيفيه، خبرات بحثيه، خبرات تدريسيه، والسي في دايما بتبقى مطلوبه عشان ما يبقاش في حاجه مفقوده في النص. يعني احد اغراض السي في لما حد بيجي يقدم على استاذ جامعه او بوست دوك او كده، انا ببقى عايز اشوف هو على مدار السنين من ساعه ما اتخرج لحد ما قدم وظيفه هو كان بيعمل حاجه. السي في بتبين الموضوع ده بشكل تاريخي واضح جدا. طول السي في بقى
ما فيش ليميت معين، بس يعني الشخص يحاول بقدر الامكان يتاكد ان كل معلومه بيكتبها ليها قيمه. يعني ما فيش مثلا داعي في السي في اقعد مثلا في جزء الهوايات وانا بلعب كوره بعد الظهر، وبعد كده هوايات الاسكواش والتنس وبعزف بعد الظهر. يعني ممكن لو الجزء ده ممكن نكتب فيه صفحه كامله، يعني مفيش داعي ان احنا فعلا نكتب صفحه على جزء يمكن ما يبقاش مهم قوي بالنسبه لنا. الحاجه الثانيه ان مش لازم الشخص يعمل 1 سي في فور اول، ممكن تعمل كذا فيرجن وتحاول تبرز المعلومات المهمه لكذا شخص. بس اهم حاجه جزء الاكسبيرينسز يكون فيه خط زمني متصل ما فيهوش اي انفصال، دي اهم حاجه. السند يبقى متصل من اول التخرج لحد اللحظه الحاليه. معلش سؤال كمان، معلش انا حقي بقى، انا ما قلتش انترفيو. لو في جاب مثلا، هنفترض في جاب عدد معين من السنوات في ريسيرش، لكن كان فيها نشاطات تطوعيه فيها واتيفر بس مش ريليتد بالبوزيشن، فده بيعمل جاب في السي في لو انا بكتب الاكسبيرينسز اللي ريليتد بالبوزيشن بتاعي، فاقدر اغطيه ازاي؟ او هيبقى لوجيك انه في 3 سنين ما فيهاش بابليكيشنز مثلا او 4 سنين او واتيفر؟ يعني هما ال4 سنين دول يعني ليتلي ولا محطوطين في النص ولا الوضع بتاعهم؟ لا ليتلي، في الاخر. في الاخر وحش. لا يعني مش عايز اقول وحشه او كده، بس يعني في الاخر هي لا، يعني انا مقدم على بوزيشن حديث، ابحاث هتتم حديثه، فلو انا ديسكونكتد خالص فانا لازم اقدم ما يدل ان انا انترستد وانا فعلا قاري على الاقل وعارف وعلى درايه باخر ابحاث بتاعي. الحاجات دي الشخص هيعرفها من غير هو، بس النقطه انه ما فيش بابليكيشن، في بروجكتس لسه مستمره ما طلعتش بيبر، في حاجات بروجكت دي في حد ذاتها دي اكلمها ازاي؟ لا بغض النظر عن البابليكيشن احنا لسه ما اتكلمناش عليه، احنا بنتكلم على ان احنا لما نيجي نكتب السي في وهنيجي في جزء الاكسبيرينس، في اتصال ما بين اللحظه الحاليه لحد التخرج ولا ما فيش؟ في اتصال، بس دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه بقى موضوع البابليكيشن، يعني هنقول دي حاجه سكند شويه، مش از كريتيكال از ان الجزء الاكسبيرينس يبقى ريليفنت فعلا ولحد اخر سنه انا شغال في المجال بتاعي. في جزء الببليكيشنز والحاجات دي ممكن تتوضح في الكفر ليتر، يعني في الكفر ليتر برضو الشخص ممكن يقول هو مقدمه ليه وكده، وممكن يقول يعني يدي بس هنت ان السي في بتاعتي اخر سنتين ما حصلش ببليكيشن بسبب 1 2 3 4. الجزء ده مش هيكتب في السي في، بس هيبقى يفضل ان قبل السي في كده يا اما هنسميت كفر ليتر منفصل، يا اما هحط في اول السي في او مع اتاتش معاها كفر ليتر. الشخص اللي هيقرا هيبقى عارف ان الشخص اللي مقدم ده هو على الدرايه ان اول 5 سنين ما حصلش نوتيفيكيشن، وكان السبب 1 2 3 4 وبلد كل حاجه، وهو باك وانترست في المجال. هل دي اجابه ممكن تكون واضحه شويه؟ واضحه جدا، شكرا يا دكتور. هاجل السؤال الثاني للورك شوب اللي جاي كده كويس؟ لا عادي، ممكن نسال دلوقتي في حمام 5 دقايق، يا جماعه اللي عنده سؤال يكتب في الشات والا طب اللي عنده سؤال عشان ما ياخدش الوقت كله. لا مفيش مشكله، هو الشات شغال. حد يا جماعه عنده سؤال بالنسبه للاونلاين اند ايدنتيتي، مش المفروض المطلوب مني اصلا اعرفهم الاكونت بتاعي اللهم الا الايميل الا اذا كانت صفحه شخصيه كتبت فيه. لا الاونلاين ايدنتيتي مهمه، لان انا لو انا هعمل انترفيو لحد انا ممكن بدور على اللينكد ان اشوف هو الشخص ده، بتعرف عليه اكتر، بعرف الكونتكست بتاعه، هل في حاجات مشتركه بيني وبينه. وبعدين سهل جدا ان انا باليمين بتاع اي حد اعرف الفيسبوك بروفايل بتاعه، الا لو انت عامل ديسيب في الوظيفه، فممكن اعرف حاجات معينه. وبعدين الموضوع مش بس انت بتعمل انترفيو، الموضوع انت شغال معايا بقالي 6 شهور، وبعدين فرضا لقيت البرفورمانس مثلا عالي قوي واطي قوي خلاص قوي، عادي ممكن ابقى فريند معاك على الفيسبوك واحنا شغالين في حاجه واحده ونعرف. بس لو منحه الجامعه بره مثلا مش مطلوب. ايه هو اللي مش مطلوب؟ إيه احنا لما بنقول الحفاظ على الاونلاين ايدنتيتي والاهتمام بيها بنتكلم على حاجه عامه. بنتكلم على حاجه عامه.
انا مش قادر افهم السؤال. هل السؤال مقصود بيه الخصوصيه ولا مقصود بيه ايه بالظبط؟ يا حنان ممكن تستخدمي الواي فاي وتسألي السؤال؟ اتفضلي. اعتقد لو اتكلمت هنسمعك. طب يا جماعة لو حد عايز يسأل بالصوت ممكن بس يكتب في الشات. واضح حنان يمكن المايك عندك مش موجود. المايك ماشي يا علي، اتفضل يا علي، اتفضل اتكلم. اتفضل يا السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، اتفضل. السؤال اللي عندي، كنت دلوقتي احنا عرفنا الريزومي وعرفنا السي في، كنت عايز اعرف بقى مثلا في اي منحه كنت بدي فيها كانوا بيطلبوا السي في، الريزومي اقدمه امتى، او هل بيطلب يعني بيقول ابعت ريزومي بس؟ وانت بتقدم في منح؟ في منحه او في شغل او في اي مكان، وانت يعني بتقدم اقصد على شغل ازاي؟ اقدم الريزومي امتى؟ ما هو الشخص بتاع الوظيفه هيقول لك لو سمحت تبعت السيره الذاتيه على الايميل الفلاني، هتبعته على الايميل الفلاني. يعني انت مش فاهم السؤال قوي. طيب اوكي، انا بس. طب اوكي، في احنا دلوقتي عرفنا ان في فرق بين السي في والريزومي، مظبوط؟ انت تقصد اختار مين فيهم اقدمه يعني؟ اه بالظبط. والله يعني هو لو ما حددش بالظبط، طب هو كاتب ايه؟ يبعت لي ايه بالظبط؟ يبعت لي السيره الذاتيه؟ اه العادي بتاعه بيقول ابعت السي في، فببعت له السي في. خلاص ابعت السي في بالظبط كده. كويس كده. طيب الريزومي بقى دلوقتي احنا عرفنا ان انا شخصيا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها ريزومي كده. ماشي. اوكي بس عرفت دلوقتي. اوكي، فانا لو عايز ابعته لحد، ابعته لما يطلب بالاسم، ولا ابعته لما مثلا اكون اقدم مثلا ما ذكرش، ابعت السيره الذاتيه وما ذكرش كلمه سي في فابعت له ريزومي. يعني هو لو طالب ريزومي هقول لك السيرة الذاتية أو السيرة الذاتية المختصة، لو قايل سيرة ذاتية خلاص أنا السيرة الذاتية. حتى السيرة الذاتية على فكرة، يعني السي في برضه بتترجم إن هي سيرة ذاتية. أيوة، هي السي في هي السيرة الذاتية. أنا فاهم، والريزم هي برضه السيرة بترجمها الذاتية المختصة. المختصر أو الملخص. لازم طيب تكون المختصر. أنا أتكلم لو الناس كاتبين بالعربي، بالإنجليزي هيكتب لك سي في وريزومي. تمام، تمام، شكرا. عفوا. حد هيسأل تاني يا جماعة بالصوت أو بالشات؟ طيب زهقان، ماشي خلاص، أعتقد كده الناس زهقت. What is the difference between paid LinkedIn account and keyword؟ بصراحة أنا مش أفضل واحد تسأل السؤال ده، بس أنا فاهمه يعني إن البيد أكونت ده بيديك أكسس على ناس مثلا أنت ما تقدرش توصل لهم. عادة اللي بيقدموا الحاجات دي الناس اللي عندهم ستارت أب وعايزين يدوروا على ناس بروفيشنال في حتت معينة، أو ريكروترز طبعا بشكل أساسي، أو واحد عايز يبني علاقات فبيعمل الأكونت ده عشان يقدر يشوف بقى مين اللي دخل على البروفايل بتاعه بالظبط ومش عارف مين وكده. بس هو الفرق في الفيزيبيليتي، وفي ناس ما ينفعش تبعت لها ايميلات او كونتاكت غير لما تكون عندك الاكونت. تمام كده يا اسلام؟ اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ اذا طلب سيره ذاتيه مختصره لا تتعدى 30 صفحه، ما هي لا تتعدى 30 صفحه دي بقى دخلنا قلنا ريزوم. في الغالب مش هقدر تغطي كل النقاط في وقتها، ممكن نتكلم على خبرات لم تذكر في السيرة الذاتية المختصرة. يعني هو طالب ريزومي وكفر ليتر مع بعض؟ يعني حطي أهم حاجة بقى في السيرة الذاتية المختصرة وفي الكفر ليتر. أه ممكن تتكلموا، الكفر ليتر أصل الموضوع مختلف خالص عن موضوع السي في، فاللي أنت شايفاه يخدم واضح الناس ليه انت احسن واحده للمجال ده احط فيه يعني. بس لو اتزنقت وما عرفتش تقول ان انت بتلعبي تنس مثلا، وبعدين في الكمبيوتر عايزه تقول ان انت بتلعبي تنس، يعني لو مقدمه على حاجه في علاقه بالتنس ماشي، بس مالهاش علاقه. لا ممكن تسال عن سبب الرفض، بغض النظر هتجاهل الطلبه او هيقول لك، بس يعني حاول وانت بتسال يعني ايه
انتوا رفضتوني ليه؟ يعني مش كده، يعني ممكن تسأل السؤال بشكل آخر مثلا، يعني تقول طبعا أنا مبسوط إن حصل كذا كذا، وأنا ستيل انترستد وكنت حابب أعرف إيه المهارات اللي ممكن أطورها بحيث ممكن أتقبل بعد كده. فخلاص هما هيقولوا لك المهارات، أو هيبقى يعني الشخص بيجي له رسالة نبيهة أوي في الكتاب، هو عايز إن هو هيقول لك ليه حصلت حاجة يعني. بس مش كل الناس هترد يعني، ما تتوقعش كده. طيب يا جماعة نقفل على كده ولا ايه؟ الناس نامت تقريبا. طب دكتورة منال فرصة اهو، عايزة تسألي السؤال بتاعك. اوكي يا دكتور، لو حضرتك ما تعبتش يعني. لا عادي والله. شكرا يا دكتور. هو السؤال بتاعي كان فعلا موقف حصل قبل كده، انه كانت انترفيو في مصر، وطبعا ما كانش فيه حتى يعني اي خبر ان هي انترفيو، ولا شكلها ايه، ولا مين اللي هقابله، ولا الكلام ده. فطبعا وصلت، كان المطلوب من الانترفيو انه يتعمل، يعني اساسا انا ما اتبلغتش ان في انترفيو، انا اتبلغت انه تعالي في لكي ميعاد، بس الميعاد ده لايه ما اعرفش يعني. فاكتشفت انه الانترفيو المطلوب مني ان انا اعمل برزنتيشن للبروبوزر اللي انا مقدماه للريسيرش بروجكت، والمفروض انه حتى الانترفيور بتوعي ما لهمش في التخصص بتاعي خالص، يعني كلهم كانوا في الكانسر ريسيرش والميديكال اريا، وانا في قصه ثانيه خالص. فطبعا انا ما كانش عندي معلومات قبل ما اروح الانترفيو، ولما رحت كان الموضوع يعني مفاجاه. انا طبعا يعني قدمت بما استطيع ان انا اعمله، بس لو الانسان تعرض لموقف زي ده ايه التصرف الافضل انه يعمله؟ هل يطلب تاجيل الانترفيو ولا؟ وبعدين حتى المواعيد يعني، هما كان الميعاد وبعدها ب7 ساعات قبلهم، كان يوم جميل جدا يعني، الكلام ده في مصر طبعا. فالواحد يعمل ايه في المواقف اللي زي دي؟ ايه افضل تصرف يعمله؟ لان كده ولا كده الانترفيو هتبقى يعني نتيجتها صعبة. هو احنا قلنا اول حاجه، قلنا كان في سلايد كده بالكبير كده مكتوب عليها موضوع الجوب هانتنج ده، حاجه دايناميك يعني بتعتمد على المكان والبيئه اللي انت بتقدم فيها او الحاجات دي، فمفيش اجابه نموذجيه يعني يقدر الواحد يطبقها في اي مكان واي زمان. انا اعتقد ان كان كنت ممكن تساليهم هو الميعاد ده بتاع ايه بالظبط. السؤال ده يعني كان واكتب ومطلوب. مش يعني مش متخيل. طب هم قالوا لي تعالي عايزين يعني خلال 7 ساعات يا دكتور، يعني خلال 7 ساعات سألت كل الأسئلة الممكنة. أفهمني؟ خلال 7 ساعات انتظار، أو يعني لا عشان تو بي اونست يعني 3 سفر و4 انتظار، سألت كل الأسئلة الممكنة خلال 3 ساعات، ما كانش في أي إجابة. يعني سألت يوم المقابلة ليه وكده، يعني ما كانش في إجابة يعني. ما كانش فيه إجابات. يعني مثلا اتصلت بيا قالوا خالد هي المقابلة ليه، فأنا يعني لا قبل ما أروح اتصال، لما تيجي هتعرفي. أوكي؟ ولما رحنا، طيب احنا مستنيين مين اللي هيقابلنا؟ ما اعرفش. وبعدين المقابلة كانت جماعية، يعني 5 5 كده، بيقولوا مطلوب من كل واحد يقدم يتكلم ربع ساعة عن البروجكت بتاعه. والناس اللي بتقيم زي ما قلت لحضرتك، يعني اليوم ده بالصدفة ما اعرفش، ولا الله اعلم. هو طبعا كان تحصيل حاصل، بس انا بقصد انه لو الواحد في مصر هنتعرض لحاجات من دي كتير كتير، فالواحد يجهز يعني نفسه ازاي؟ الإجابة ببساطة يعني، أولا يعني الواحد لازم يجهز نفسه لحاجات زي كده، المواقف الظريفة دي ظريفة جدا. يعني يعني ممكن المرة الجاية أو أي حد يحصل معاه الموقف ده، يتوقع إن الناس ممكن هيسألوه عن الحاجة اللي هو مقدم فيها، يتوقع أي شكل من أشكال الناس هيقابله يعني. يعني مش هقدر أقول يعني الواحد يقدر يتحمل إيه، بس يعني أكيد هتحصل مفاجآت كتير في النص. بس يعني الشخص ممكن يبقى أدبتيف شوية، ولو خلاص الدنيا قافلة خالص يا جماعة أنا مش مستعد خلاص، أو ممكن نحدد نوع تاني أو يديني فرصة كذا وهكذا. ما عنديش بصراحة أي نصيحة تانية يعني. دكتورة منال لسه معانا؟ يعني معنى صوتي قطع ولا ايه اللي حصل؟
ايوه دكتور. ايوه انا كده تمام يعني، مفيش والله نصيحه معينه غير الواحد يتوقع اللي اكسبكت ده اكسبكت. اعتقد الكورس بتاع دكتور زهران هيفيد قوي في المواقف الطريفه دي. انا بس حبيت بس يعني ادي فكره، لان مهما كان الواحد محضر للانترفيو هو ممكن يتعرض لموقف فعلا مش محضر له خالص. ده ما كنتش تعرفي ان في انترفيو اساسا يعني، فهنحضر تماما. لا بس المهم انه لو الواحد فعلا يعني انا اللي كنت عامله البروبوزر بايدي وعارفه في ايه، فكان سهل ان انا اتكلم. مش سهل جدا طبعا، بس قصدي لان انا اللي فاهمه انا كتبت ايه. فالواحد بس يبقى وهو بيكتب سواء سي في او بروبوزر او اي حاجه يبقى عارفها كويس جدا ومتوقع اي سؤال فيها، فده اساسي، ده هيسهل عليه في الانترفيو. الحاجه الثانيه انه هنا في مصر يعني اللي حضرتك قلته كله جميل جدا، بس في جزء كبير منه ما بنقدرش نطبقه، او في جزء كبير في عوامل ثانيه هتتدخل فيه. يعني مثلا لو عندي اونلاين انترفيو، حتى لو انا مجهزه كونكشن كويس وكل حاجه، احنا اليومين دول الكهرباء بتقطع اي وقت. لا الحاجات اللي خارج ظروف الشخص، ما هو اللي بيتصل برضه من الناحيه الثانيه هو مقدر اكيد يعني. طب في الحاله دي انا ممكن ببعت ايميل او بتصل واقول انه حصل كذا كذا وانه ده كان خارج عن ارادتي، بالظبط ده بيبقى مقبول؟ اه طبعا. قصدي هقول لك على حاجه، يعني ما فيش حد هيبعت لحد ان هو عايز يعمل معاه انترفيو لو هو فعلا قاري المؤهلات بتاعته وهو انترست ان هو يقدم. يعني خصوصا لو بنتكلم على مكان كويس. مكان كويس ده يعني بيجي لك مثلا 100 طلب كل يوم، وانت عندك ناس اساسا مشغلهم مخصوص عشان يعملوا سكان ويطلعوا لك اللي انت عايزه. فانا خلاص اخيرا من ال 100 دول طلعت لي 5، واتصلت بالخمسه دول كنت عايز اقابلهم. فانا ما عنديش استعداد اضحي بحد من الخمسه دول عشان اصل الكهرباء قطعت عنده. طب ما انا هو لو جه اشتغل عندي ممكن تحصل بلاوي اكتر من كده. فلو انا ما عنديش استعداد اتحمل انقطاع كهرباء يبقى اكيد المكان نفسه مش كويس يعني. جزاك الله خيرا يا دكتور على المحاضرة وعلى المجهود، ويعني أنا تعبت حضرتك جدا في الأسئلة النهاردة، خدت حقي بزيادة. شرف لينا يا فندم. جزاك الله خيرا يا دكتور. بالنسبة للي بيقول المقابلة لها هيبة، ما هو يا جماعة في ريسورس والله مهمة جدا. يا ريت الشخص اللي عارف اللي عنده انترفيو بعد شهر كل أسبوع يقعد في موعد الانترفيو يعمل انترفيو لنفسه. وفي حاجات ادوات كتير على اونلاين ممكن تسجل بيها نفسك ويب كام كمان ويطلع لك سؤال ويطلب منك تجاوب في سيميوليتر حقيقيه. ماشي. الحاجه الثانيه، حاول بقدر الامكان تعمل انترفيوز في اماكن انت مش ناوي تشتغل فيها. مش هقول لك ضيع وقت الناس، بس يعني ايه، انا اقصد ان هي وزنها بالنسبه لك اقل من وزن شركات ثانيه او جهات ثانيه، عشان بس تو براكتس. ومع البراكتس هتكتشف ان اهم حاجه في الانترفيو ان انت يعني تبقى واثق في نفسك بدرجه ما توصلش للغرور وانك انت تحتقر الناس او تستهزئ بيهم، وما توصلش لدرجه ان انت ايه انا مش فارق معايا وبرتجف وحالتي حاجه. يعني الوسط دايما في الحاجات دي، الوسط ده مش هيغير بالكراك. التيك هوم مسج في موضوع الريزم قريب، موضوع السي في وموضوع المقابلات، ان البراكتس اهم حاجه. ويا ريت يعني بقدر الامكان الناس اللي ما حضرتش سواء مقتنعين او غير مقتنعين لو تقدروا اللي يقدر يكتب ملخصات وينشرها يديها للناس تبص عليها يبقى جزاه الله كله. انا كده خلصت، واعتقد معلش اخدت 40 دقيقه زياده، بس يعني ان شاء الله يكون الموضوع كده. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.